بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في الكورس Essential في Accounting. الكورس بتاعنا ان شاء الله هيبقى كورس متنوع، فان شاء الله احنا هناخد فكرة عن الاكاونتينج وهنركز فيها على تلات حاجات، لان حضرتك هتدرس في المستقبل مواد غير محاسبية Management and Others، وهتدرس Accounting. فلما تيجي تدرس Accounting هتدرس مادتين Accounting، مادة اسمها فاينانشال اكاونتنج او فاينانشال ريبورتنج، ودي هنعمل لها انترودكشن دلوقتي النهارده ان شاء الله باذنك يا رب. فهناخد النهارده بيزكس اوف فاينانشال اكاونتنج، نفهم يعني ايه الفاينانشال اكاونتنج، عشان لما ناخد الماده ديت هيبقى مع حضرتك ممكن يكون ناس دارسين اكاونتنج، فتبقى احنا بنحاول نقرب الادماغ لبعضها شويه. وبعدين هناخد بعد كده جزء على البيزكس اوف كوست اكاونتنج وذا تايب اوف اكاونتنج، وجزء ثالث على المانجيريال اكاونتنج. هناخد بيزكس واساسيات، هنتعلم اللانجويج اوف اكاونتنج، هاو تو ديل ويز اكاونتنج، هل هنقدر نتكلم لغه الاكاونتنج، هل لو جالنا ريبورت معمول من الاكاونتنج ديبارتمنت اقدر اقراه وافهمه واطلع منه داتا وانفورميشن ولا لا. دي هتبقى شغلتنا. انا فاهم تماما ان حضراتكم مش بتوع اكاونتنج، وبالتالي انا مش هخش معاكم في التكنيكال بروسيس بتاعت الاكاونتنج، انا هركز معاكم بس على الايه البيزكس، الحاجات الاساسيه اللي احنا هنتكلم فيها مع بعض ان شاء الله. تعالى كده مع بعض نبدأ نفكر مع بعض. أول سؤال يجي على بالنا، لو جيت سألت حضرتك يعني إيه أكاونتنج؟ حد يقدر يقول لي يعني إيه أكاونتنج؟ يعني إيه أكاونتنج؟ لو جت في بالك واحد يقول لك ممكن إنها dealing with numbers، واحد يقول إنها عبارة عن ريبورت، واحد يقول انها بيحسب لنا الانكم، نعرف كسبنا ولا خسرنا. كل الكلام ده حلو، بس الاكاونتنج اكبر من كده شويه. احنا ممكن نقول ان الاكاونتنج هي السبيريت اوف ذا بزنس، هي الروح اللي بتحرك الشركات، هي البلد اللي بيجري في عروق الشركات. بمعنى ايه؟ تعال نفترض مع بعض افتراض كده ونشوف. تعال نتخيل حضراتكم، انتوا حضراتكم 10 15 واحد معاكم فلوس، على افتراض يعني جدلا، معاكوا فلوس وانتوا قاعدين مع بعض بالليل كده في الكافيه او في القهوه، فقلتوا طب ما بدل قعدتنا ديت ما تيجي نعملوا مصلحه. فواحد قال لك يعني ايه مصلحه؟ قال له يعني بيزنس، يعني نشغل فلوسنا بدل ما احنا قاعدين فاضيين وفلوسنا عطلانه، ما تيجي نشغلها. فقال لك طب نشغلوها في ايه؟ فبداوا يفكروا. يبقى هم الاول كان عندهم ريسورسز، والريسورسز مش معناها كاش، لكن ممكن تبقى واحد عنده عربية، واحد عنده شقة، واحد عنده أجهزة كمبيوتر، واحد عنده حتى ريليشنز وعلاقات، فيتجمعوا مع بعض فيعملوا مصلحة أو يعملوا بيزنس. طب ما تيجوا نعملوا بيزنس. قال لك البيزنس it is not enough to have resources to make a business، مش كفاية يكون معاك resources أو فلوس عشان تعمل بيزنس. ده في ناس كتير جدا معاها فلوس وما بتعملش بيزنس، حطها في البنك. طب احنا محتاجين ايه؟ قالك اه محتاجين ايديا، محتاجين فكرة. طب الفكرة دي عبارة عن ايه؟ خلي بالك ان كل ما الفكرة كانت يونيك، يعني فريدة من نوعها، كل ما كان البيزنس دوت يكسب اكتر. بمعنى لو تخيلنا مع بعض ان دوت برميل بترول، وحضراتكم طبعا بتوع البترول، برميل البترول دلوقتي تمنه كام تقريبا؟ نقول 60 دولار مثلا، نقول 60 دولار. طيب ال 60 دولار دولت حضرتك تكلفة البرميل ده قد ايه؟ يعني عشان الشركة تطلع البرميل دوت ممكن يكلفني لغاية 30 دولار مثلا، انا ما اعرفش طبعا اكزاكتلي، لكن نقول تقريبا هيكلفني كوست 30، هقدر ابيعه بسيلينج برايس تمن بيعه 60، يبقى انا تقريبا كسبان بروفيت 30 دولار. تخيل حضرتك برميل بترول وزنه قد ايه وحجمه قد ايه، بيتنقل في مراكب قد ايه، بيكسبني 30 دولار. لو سألت حضرتك هي ازازة البرفيوم الصغيرة ديت اللي حضرتك بتروح تجيب براند برفيوم معين كده 100 ملي، بكام تمنها؟ فتبص تلاقي تمنها 300 دولار. يعني برميل البترول اللي وزنه قد ايه وحجمه قد ايه ب60 دولار، ازازة البرفيوم الصغيرة ب100 دولار. طب ازازة البرفيوم ديت اللي هي ب 300 دولار دي تمنها تكلف الشركة كام عشان تعملها؟ ده شوية اسانس كده اللي هي البرفيوم نفسه
على شوية كحول على الإزازة نفسها تكلفه مثلا يا سيدي 20 دولار. الله ده بص كسبان كام؟ كسبان 280 دولار، يعني برميل البترول بجلالة قدره ده كله يكسب 30 دولار، إزازة البرفيوم الصغيرة تكسب 280 دولار. طب تعالى نكبرها شوية، جهاز الموبايل اللي مع حضرتك تمنه كام؟ يقولك مثلا 1000 دولار. حضرتك جهاز الموبايل اللي حضرتك شاريه ب1000 دولار، طب ده لو سألنا تكلفته كام؟ الشركة اللي بتصنعه، امسك جهاز الموبايل كده في ايد حضرتك هتلاقيه عبارة عن ازاز وشوية معدن وشوية سيليكون وشوية مكونات صغيرة كده، لو جمعتها كلها يمكن ما تطلعش 100 دولار. الله، امال ايه ده معناه؟ انه بيكسب 900 دولار في كل موبايل. واخد بال حضرتك ان الفكرة هي اللي بتكسب؟ الفكرة يعني البترول مع ان حجمه كبير الا انه بيكسبني 30 دولار. ازازة البرفيوم حجمها صغير لكن فيها فكرة، فيها الفورميلا بتاعت التركيبة بتاعتها هي اللي خلتني ابيعها غالية. الموبايل التكنولوجي اللي فيه والاختراعات اللي جواه والتاتش سكرين والميموري والماذر بورد هي دي اللي خلتني ابيعه غالي. وبالتالي الفكرة بتاعتنا بتقول ان احنا ما نقدرش نعمل بيزنس من غير ايديا. فعشان كده حضراتكم لما بتتجمعوا مع بعض عشان تعملوا بيزنس فانتوا محتاجين ريسورسز ومحتاجين ايديا، محتاجين فكرة. طب يلا بينا مع بعض نجمع من بعض 100,000 جنيه ونحاول نعمل بيهم مشروع. طب نفكر كده نقدر نعمل ايه. فواحد كل واحد فينا هيفكر في اهتماماته والحاجة اللي بيحبها، لكن لازم تبقى في حدود 100,000. يعني لو واحد مننا قال ما تيجي نعمل مصنع طيارات، هل نقدر نعمل مصنع طيارات واحنا عندنا ريسورسز 100,000؟ قال لك لا، ده ولا حتى مصنع طيارات ورق. بالتالي لازم الايديا تبقى كونسيستنسي وذ ريسورسز، يعني يبقى الايديا بتاعتك في حدود الريسورسز بتاعتك عشان تقدر تعمل سكسسفل بيزنس. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ قعدوا يفكروا. فواحد قال طب ما تيجي نشتري تاكسي. نشتري تاكسي. ايه ده فكره والله، احنا نشتري تاكسي ونشغلوه ومن الايراد بتاعه ممكن نكسب فكره. يبقى انا كده عندنا ايديا ان احنا هنشتري تاكسي ومعانا 100,000 جنيه. طب التاكسي بكام؟ خدنا بعضنا ورحنا على الديلر بتاع التاكسيات، المحل اللي بيبيع عربيات، وسالنا، دخلنا بقى كده معانا 100,000 جنيه. بكام ده يا حاج؟ فقال لك بمليون جنيه. احنا معانا كام؟ 100,000. نقدر نشتري عربيه بمليون جنيه؟ لا صعبه كتير. قلنا له لا كبيره يا حاج مش حلوه، ما تشوف لنا حاجه حنينه شويه كده. قال لك طب شوفوا دي كده، دي حلوه. بكام دي يا حاج؟ قال لك ب700,000. لا يا حاج مبهوقه كده لا مش حلوه يا حاج. فالراجل طبعا لقانا مترددين ومش عارفين ناخد ديسيجن او قرار، فقالك طب انتوا معاكوا كام؟ قلنا له بص يا حاج، احنا كل اللي حيلتنا كل تحويشه عمرنا 100,000. فقال بس 100,000 دول شويه. طب على العموم انا اصغر تاكس عندي اهو، ده ثمنه 170,000 جنيه. السؤال، هل نقدر نشتري تاكس ب 170,000 جنيه واحنا معانا 100,000 جنيه يا شباب؟ نقدر ولا ما نقدرش؟ اتهالي نقدر. نقدر ازاي؟ ان احنا ندفع ال 100,000 جنيه ويبقى علينا ديون 70,000. تقسيط، يعني هنديك ال 100,000 اللي حلتنا ونقسط ال 70,000 اللي فاضلين. معايا كده شباب ولا انا بكلم مع نفسي؟ تمام معاك يا دكتور. تمام. الله ينور عليكم. انا عايزكم دايما كده معايا يعني عشان يبقى ايه، ما تناموش مني. فالتاكسي ب 170 هندفع ال 100 اللي حلتنا ويبقى فاضل لنا 70. جميل. طب يلا بينا. يلا ايه؟ ما هو انت عشان تشتري تاكسي لازم يتعمل كونتراكت او يتعمل عقد، يتكتب التاكسي ده باسم مين. طب مين فينا احنا ال 10؟ ما احنا 10 فوق اهو، 10 افراد، مين فينا يكتب التاكسي باسمه؟ فكل واحد قال لك انا الطويل، التاني قال لك لا انا التخين، اللي وراه قال لك انا الذكي، الرابع قال لك دي فكرتي، التاني قال لك انا اللي دافع اكتر. كل واحد ربنا مديله ميزه غير التاني، فكلنا عايزين نكتب التاكسي باسمنا. فالراجل الديلر قال لهم طب استنوا لحظه واحده بس، مين اللي هيمضي على الكمبياله ب 70,000؟ ما انتوا عليكم ديون 70,000، انت هتديني 100 وهمضيك على كمبيالات او وصولات امانه او شيكات ب 70,000، مين اللي هيمضي؟ كله قال لك مش انا. ايه ده بقى؟ ما احنا كلنا كبني ادمين بندور على البنفيت، على المصلحه ان التاكسي كتب باسمنا فنضمن حقنا، وبنخاف من الريسك
لان حضرتك لما هتكتب كمبيال على نفسك او تمضي شيكات على نفسك دي فيها مخاطرة، ان احنا ما نقدرش ندفع 70,000 في فارسك، فكلنا عايزين التاكسي باسمنا وكلنا خايفين نكتب الكمبيالات باسمنا فالبيزنس ما يشتغلش. طب والحل ايه في رأيكم يا شباب؟ نحلها ازاي دي؟ قال لك سهلة، الشركة. الله ينور عليك، نعمل شركة. خلاص نعمله شركة. فراحوا العشر تنفار دولت لمكتب محاسب to establish a company، يعملوا عقد بينهم كونتراكت كده ما بين الناس ديت. الكونتراكت ده بيقول ايه؟ ان احنا عندنا شركة ويسموها اسم، ولتكن شركة الاتحاد للنقل السريع، اي اسم يجي على بالهم اختراع، والاسم ده هو اللي يتولى الامور، بمعنى ان التاكسي يبقى باسم الشركة، وتبقى الديون اللي على التاكسي ديت ديون على الشركة، فيبقى في ريليشنز جديدة طلعت. الريليشن دي بتقول ايه؟ بتقول ان الشركة بقت ملك مين؟ بقت ملك الناس اللي فوق دولت، يتسموا اونرز، يبقى دولت اونرز للشركة، يبقى دول اونرز للشركة، والشركة نفسها هي اللي بتمتلك التاكسي، والشركة هي اللي عليها الديون اللي على التاكسي. يبقى خلقنا كيان جديد اسمه كومباني، بيمتلكه مجموعة من الناس، وبتبدأ الشركة هي اللي بتعين، الشركة هي اللي بتشتري، الشركة هي اللي بتبيع، هي اللي بتتولى الأمور كلها. جميل جدا. طب والله حلو، كتبنا العقد بأن التاكسي ملك الشركة، ومضينا على الكمبيالات باسم الشركة بأنها ديون على الشركة. بس اكتشفنا حاجة غريبة قوي، ان محدش فينا بيعرف يسوق يا شباب. ايه ده؟ هو حضرتك لما تشتري تاكسي لازم انت اللي تسوقه؟ يعني لما حضرتك تفتح رستوران لازم انت اللي تقف تطبخ؟ لما حضرتك تعمل قهوة حضرتك اللي هتقدم الشاي للناس؟ قال لك لا. طب نحل المسألة دي ازاي؟ قال لك سهلة، نجيب سواق. فبدأت الاونرز عملوا شركة، الشركة اشترت تاكسي، الشركة جابولها درايفر، الدرايفر ده هيبدأ يشتغل، هديله المفتاح واقول له حضرتك بكرة الصبح ان شاء الله تبدأ تشتغل على التاكسي بتاعنا. قال لك وماله، حد يلاقي شغل؟ مصلحة، خير وبركة. خد المفتاح وجا تاني يوم الصبح يفتح العربية، لقى مصيبة في العربية. ايه ده؟ ما ينفعش يا اخوانا، في ايه؟ قال لك والله في مشكلة. ايه؟ ما فيهاش كاوتش؟ لا فيها كاوتش. ما فيهاش بنزين؟ لا فيها بنزين. ما فيهاش رخص؟ لا مترخصة ودي لسه جديدة. امال ايه المشكلة؟ لقى الاونرز قاعدين له جوه التاكسي. ايه ده؟ ما هو انتوا نسيتوا ان التاكسي ده تحويشة عمرنا، ال100,000 جنيه دولت هم كل اللي حلتنا، هنحطهم في تاكس وناخد التاكسي نديه لواحد ما نعرفوش اسمه درايفر، اسمه عم احمد، كل اللي نعرفه عنه ان هو عم احمد. طب اخوانا مش نحافظ على فلوسنا؟ احنا هنقعد في التاكس، مش هنتدخل في السواقه، ما بنعرفش نسوق، ولا هنقول له روح يمين ولا روح شمال، ولا حط بنزين 90 ولا بنزين 80، ولا اعمل صيانه، ولا مالناش دعوه، احنا هنقعد جوه العربيه عشان نراقب فلوسنا، نضمن حقنا، عشان الراجل ده ما ياكلش الفلوس بتاعتنا، ياخد التاكسي ويطفش، يشغله شغلانات وحشه، عايزين نضمن حقنا. فعمك احمد قال لك ما ينفعش يا اخوانا. طب انتوا لو حضراتكم قعدتوا في التاكس الناس هتركب ازاي؟ فما ينفعش. طب والحل؟ قال لهم لا، هنعمل اجريمنت. ركز بقى بعد اذن حضرتك، ايه الاجريمنت اللي هيتعمل ده بتوين الدرايفر وبتوين الاونرز؟ قال لهم حضراتكم اونرز بتوع الشركة على دماغي من فوق، بس هتروحوا بيتكم، ما تقعدوليش جوه التاكس. قال لهم ماله؟ طب نجي لك اخر اليوم تقول لنا كسبنا ولا خسرنا؟ قال لهم لا. طب يا راجل يا طيب، نستناك اخر الاسبوع في الويك اند تقول لنا كسبنا ولا خسرنا؟ قال لهم لا. طب كل شهر تقول لنا كسبنا ولا خسرنا وتدينا الايراد؟ قال لهم لا. امال ايه يا حاج؟ قال لهم بعد سنه، after 1 year. ايه؟ حضراتكم تقعدوا في بيتكم لمده سنه، وبعد سنه تيجوا تسالوني كسبنا ولا خسرنا. السؤال في هنا ريسك ولا مفيش يا شباب؟ انتوا متخيلين حضراتكم ان احنا لمينا كل الفلوس اللي حلتنا واشترينا بيها تاكسي
وادينا لسواق ما نعرفوش، يا دوبك عرفنا اسمه وخدنا رقم البطاقة بتاعته، والراجل بيشترط علينا ان احنا نقعد في بيتنا لمدة سنة، وبعد سنة يقول لنا انتوا كسبتوا ولا خسرتوا، في ريسك ولا مفيش؟ قال لك في ريسك طبعا. قال لك ما هو البيزنس ماست انكلود ريسك، لازم يكون جواه ريسك. اللي خايف ما يعملش بيزنس. امال يعمل ايه؟ يعني ال100,000 دولت لو حضرتك خايف من الريسك حطهم في البنك، حطهم ديبوزيت في البنك. طب لما احطهم ديبوزيت في البنك، البنك هيديني عليهم 10%، ودلوقتي اقل شويه 9.5، وساعات يبقى اقل 8.5. خلي بالك انت لما تحط فلوسك في البنك تاخد عليها 10%، يعني ال100,000 تيجي اخر السنه يدوها لك 10,000 عليها بروفيت، يبقى انت خدت ال100,000 بتوعك ضامنهم بلس كسبان عليهم 10,000. طب ما دي حاجه حلوه. قال لك اكشوال دي مش حاجه حلوه ولا حاجه، دي فلوسك قلت. ايه ده؟ مش هما كانوا 100 بقوا 110؟ ازاي يقلوا؟ قال لك لان في حاجه عندنا في بلادنا الطيبه اسمها الانفليشن. انفليشن يعني التضخم. يعني حضرتك ال10 جنيه دلوقتي هل تساوي ال10 جنيه بتاعت السنه اللي فاتت؟ الاثنين 10 جنيه، لكن ال10 جنيه بتاعت السنه اللي فاتت كانت تشتري سندوتشين، ال10 جنيه بتاعت السنه دي تشتري سندوتش واحد، مع ان هو نفس السندوتش لكن قيمه الفلوس قلت. فيقول لك عندنا تضخم مثلا انفليشن 30%، يبقى انت فلوسك بتقل 30%، البنك بيدي لك عليها 10%، اكشوال انت فلوسك قلت 20%. يا لهوي ايه ده؟ قال لك اه مش انت خايف؟ حط فلوسك في البنك، البنك هيقلل لك فلوسك. طب الريسك، خلي بالك. طب اديكوا سؤال كده بعد اذنكم، يعني لو حضرتك خدنا ال100,000 دولت واشترينا بيها مخدرات حشيش، تكسب كام؟ معقول ده تكسب مليون جنيه صح؟ يعني ال100,000 يجيبوا مليون جنيه. اه بس الريسك هنا قد ايه يا شباب؟ ده هيوج ريسك ما اقدرش استحمله، لان لو اتمسكت فيها 25 سنه سجن وفيها اعدام وفيها خراب بيت، لا يا عم ما العبهاش. وبالتالي الراجل اللي بيشتغل في المخدرات والحشيش ده يقول لك ايه؟ ده قلبه ميت. يعني ايه قلبه ميت؟ يعني يتحمل الريسك. عشان كده يا شباب كل ما البيزنس الريسك بتاعه زاد كل ما البروفيت بتاعه يزيد، يبقى في ريليشن بين الريسك والبروفيت. كل ما الريسك يزيد كل ما البروفيت بتاعك يزيد. احنا مش هنروح نشتغل في المخدرات لانها بصرف النظر انها الليجل، الا ان الريسك بتاعها لا يمكن تحمله، ومش هنحط فلوسنا في البنك، البنك زيرو ريسك مفيش مخاطره، لكن اكشوالي مفيهوش بروفيت، ده بالماينس. احنا هناخد الريسك بتاع البيزنس، ان احنا هنقول للراجل ده من فضلك تعال انت دير الشركه، فيبقى الدرايفر ده اسمه الحقيقي هو المانجر، تو مانج الكومباني، واحنا فعلا هنروح بيتنا ونقعد في البيت لمده سنه، وبعد سنه نيجي نساله انت كسبت ولا خسرت، الظروف شكلها عامل ازاي. هيبدا عمك الدرايفر او المانجر يشتغل. يشتغل يعني ايه؟ يعني يركب التاكسي يشغله مثلا مصر اسكندريه، او يشغله جوه البلد، يقف في المطار يستنى الناس اللي جايين من السفر، هو حر ده قراره، يحط بنزين 90 او بنزين 95 او بنزين 80 ده قراره، يعمل صيانة كل شهر او يستنى لما الحاجة تبوظ فيصلحها، it is his decision ده قراره. يبقى المانجر ده هيبدأ يشتغل، يعني هيبدأ يعمل decisions. الديسيجن اللي عملها عمك احمد او الدرايفر او اللي احنا سميناه دلوقتي المانجر هتؤدي الى result، يا اما الشركة تكسب والتاكسي يبقى تاكسيين وتلاتة، يا اما الشركة تخسر والراجل ده يجي لنا اخر السنة يقول لك والله جبنا كتاكيت وماتت ما جابتش همها، والله اشتغلنا طول السنة ويدوبك غطت مصاريفها. فدي ريزلت. الريزلت دي at the end of the year تروح لمين؟ تروح للأونرز، فيعملوا evaluation لعمك أحمد، يقيموه يعني يشوفوه حلو ولا وحش، ويعملوا حاجة اسمها البورد اوف دايركتري أو الجمعية العمومية للشركات، وتيجي المانجمنت تقدم تقرير عن الأداء اللي عملته خلال السنة، ويبدأ الأونرز أو الستوك هولدرز أو حملة الأسهم أو صحاب الشركة ياخدوا قرار، يا يجددوا الثقة في الإدارة فتقعد كمان سنة، يا إما يسحبوا الثقة من الإدارة ويغيروا مين؟ يغيروا المانجر. لو خدنا بالكم حضراتكم كده، دي بيسموها البيزنس سايكل. أونرز معاهم ريسورسز وأيديا، كونوا شركة،
كومباني، الكومباني بدأت تشتري وعليها فلوس وتعين ناس، وبدأ للكومباني ديت مانجر او هيد مانجر، بدأ يعمل ديسيجنز، بدأت الديسيجن ليدز تو ريزلت، الريزلت ات ذا اند اوف ذا يير تروح للاونرز فيعملوا ايفالويشن للمانجر وهكذا. هل الكلام اللي قدام حضراتكم ده فيه اكاونتنج؟ ده مجموعة ناس معاهم فلوس جابوا مانجر، المانجر بدأ يشتغل أدت إلى ريزلت راحت للأونرز قيموا أداء المانجر، مفيش أكاونتنج. بس إحنا بنقول يا شباب إن أي شركة without accounting يعني على الشكل اللي قدام حضراتكم ده لازم يحصل لها بانكروبسي. بانكروبسي يعني إفلاس، لازم تفلس الشركة دي، ما ينفعش تستمر، هتبقى body without spirit، جسم من غير روح. طب والحل؟ قال لك تعالى كده نشوف هل احنا محتاجين اكاونتنج جواها عشان تشتغل ولا لا. تعال نبداوا مع عمك احمد المانجر او الدرايفر ونسالوه، هو حضرتك هتعمل ايه؟ قال لك هعمل ديسيجن. فبساله وات ذا مينينج اوف ديسيجن؟ فقال لك الديسيجن هو تشوزينج بتوين الترناتيفز، يعني بيبقى عندي بديلين او اختيارين وانا كمانجر باخد ديسيجن بختار واحد منهم. يعني ايه برضو؟ يعني نشتري الماشين ايه ولا الماشين بي عشان ننتج منتج معين، قدامي بديلين ماشين A وماشين B. طب انت حضرتك كمانجر تشتري A ولا B؟ فقال لي اشتري A. فبقول له اشمعنى؟ قال لي شكلها حلو. لا هي مش بالشكل، انت خلي بالك انت هتطلع ريزلت في الاخر، الريزلت هتروح للاونر هيقيموا بيها الشغل بتاعك، فانت محتاج الماشين اللي تكسبك اكتر. طب دي هعرفها ازاي؟ يبقى انت محتاج انفورميشن، محتاج انفورميشن بمعنى محتاج تعرف دي سعرها كام ودي سعرها كام، دي الكواليتي بتاعها ايه ودي الكواليتي بتاعها ايه، دي بتنتج كام يونت ودي بتنتج كام يونت، دي الاوبريتنج اكسبنسز بتاعتها قد ايه يعني مصاريف التشغيل، ودي الاوبريتنج اكسبنسز بتاعتها قد ايه، دي مراكز الصيانه بتاعتها متوفره والاصلاح بتاعها سهل ولا صعب. وتبدا تاخد الانفورميشن ديت، وبيزد على الانفورميشن يو ميك ا ديسيجن. يبقى انت you can't make a decision without information. يبقى انت محتاج هنا information. you can't make a decision, you can't choose between alternatives without information. طب السؤال مين اللي هيجيب لي الانفورميشن؟ يقول لك الاكاونتنج. يبقى اول حاجه للاكاونتنج انها providing information for manager for decision making. يبقى الاكاونتنج شغلتها الاولانيه الفيرست اوبجكتيفز بتاعتها بروفايدنج انفورميشن للمانجر، توفر له الانفورميشن عشان يقدر ياخد الديسيجن. خلي بالك لو الانفورميشن دي غلط، يعني لو انا قلت لحضرتك حضرتك مثلا رايح الشغل بكره ولا لا، ده محتاجه ديسيجن، يا اروح يا ما اروحش. طب حضرتك رايح الشغل بكره ولا مش رايح؟ هتقول لي لا مش رايح. فبقول لك ليه مش رايح؟ قال لي لان بكره اجازه ولان عندي محاضره بكره اونلاين. او بكره اجازه والمحاضره بكره اونلاين ديت انفورميشن. لو انا جيت قلت لك ان محاضره الاونلاين بكره اتلغت وان بكره مش اجازه واللي هيروح بكره الشغل هيدوا له حوافز ومكافاه، حضرتك هتروح ولا مش هتروح؟ هروح. طب غيرت قرارك ليه؟ لان الانفورميشن اتغيرت. طب لو انا قلت لحضرتك ان بكره مش اجازه، بكره مفيش محاضره، اللي هيروح الشغل بكره هياخد حوافز، دي انفورميشن، فعلى اساسها انت خدت ديسيجن انك هتروح الشغل. حضرتك رحت لقيت بكره اجازه، ورحت لقيت بكره في محاضره اونلاين، ورحت بكره لقيت اللي يروح الشغل مفيش حد اصلا، ده يوم اجازه ولا في حوافز ولا حاجه، هيطلع الديسيجن بتاعك اسمه ايه؟ اسمه رونج ديسيجن، يطلع باد ريزلت. انت ضيعت عليك المحاضره وصرفت فلوس ولبست ونزلت ورحت، يطلع باد ريزلت. يبقى تاني يا شباب، يبقى انت you can't make a decision without information. اللي هيوفر الانفورميشن للمانجر هي الاكاونتنج، without accounting ما عندناش انفورميشن. تقول لي ما تبقاش يعني، هقول لك على الاقل ما عندناش good information، ما عندناش accurate information، ما عندناش relevant information، لان المانجر مش شغلته يجمع معلومات، هو شغلته يعمل بروسيسنج للمعلومات، انا اديله المعلومات هو يشغلها في دماغه ويبدا يشتغل بيها. هتقول لي يبقى معنى كده ان الاكاونتنج هي اللي بتاخد الديسيجن؟ هقول لك لا، هدي لك مثال. المانجر بتاعنا عايز يستورد خشب،
هنعمل امبورت لخشب وود. الشركة بتاعتنا بتنتج منتجات فرنيتشرز، فعايزين نستورد خشب. فيقول لك لو سمحت يا اكاونتنج سيستم، انا محتاج انفورميشن عن ديسيجن امبورتنج وود. فبقول له انا ابدا كمحاسبه بقى كاكاونتنج سيستم، ابدا اجمع له انفورميشن واقول له عندي ثلاث بدائل، يبقى تشوزنج بتوين الترناتيفز، حددت له ثلاث بدائل او البيست الترناتيفز، افضل بدائل ممكنه. ممكن تجيب من استراليا، وممكن تجيب من فنلندا، وممكن تجيب من اسرائيل. لو جبت من استراليا الكوست بتاعتك $200، ده على افتراض انها سيم كواليتي. من فنلندا $180، من اسرائيل $100، دي كوست. طبعا حضرتك لما تيجي تشتري يبقى البيست ديسيجن لوست كوست، اللي هو تكلفته اقل مع افتراض انها سيم كواليتي. فانا المعلومات اللي مديها له تقول ان اسرائيل هي افضل دولة، فيجي المانجر يقول لك لا انا ما بتعاملش مع اسرائيل. ايه ده انا مدي لك انفورميشن بتقول ان اسرائيل هي البيست كوست، هي افضل كوست، وبالتالي انت الافضل تشتري منها هتكسبك اكتر. قال لك لا بس دولة مغتصبة ودولة ظالمة ودولة كذا وانا ما بحبش اتعامل معاهم، انا هشتري من فنلندا. يبقى الديسيجن دوت بتاع المانجر يا شباب. انا كاكاونتنج جاست بروفايدنج انفورميشن، اكشوالي هي فاينانشال انفورميشن، انا بتكلم في الفلوس، فاينانشال انفورميشن. لكن اعتبارات بحبها وما بحبهاش، اعتبارات انها دوله حلوه ودوله وحشه، دي مش بتاعتي، دي بتاعت المانجر. وبالتالي الاكاونتنج هي بروفايدنج فاينانشال انفورميشن للمانجر فور ديسيجن ميكنج. جميل. يبقى انت كمانجر ما تقدرش تعمل ديسيجن من غير ما انا كاكاونتنج بروفايدنج يو فاينانشال انفورميشن. اهل الاكاونتنج دي يسموها مانجيريال اكاونتنج، حتى واضح من اسمها انها اكاونتنج فور مانجمنت، فيسموها مانجيريال اكاونتنج، يسموها بالعربي المحاسبه الاداريه. جميل. يبقى ده فرع من فروع المحاسبه، شغلته الاساسيه بروفايدنج فاينانشال انفورميشن للمانجر فور ديسيجن ميكنج. طب جميل قوي. هيبدا المانجر يستعين بالاكاونتنج سيستم ده فيوفر له انفورميشن عشان يقدر يعمل بيها ديسيجن، ويبدا يشتغل طول السنه. طب تعالى نتخيل التاكس ده، هيبدا ياخد ديسيجنز على اساسه ويقول لك والله هشتغل مصر اسكندريه، هحط له بنزين 90 او 95 او 92، هعمل له صيانه. طب يا حاج دي اسمها ديسيجن. الديسيجنز ديت اسمها الحقيقي ترانزاكشنز، يعني معاملات تجاريه. فتلاقي الشركات بتشتري بيرشيسنج، بتعمل سيلز، بتقدم سيرفيس، دي اسمها ترانزاكشن، بتدي مرتبات، بتدفع كهرباء، بتدفع ميه، بتدفع نت، بتدفع تليفونات، بتدفع ضرائب، دي كلها اسمها ترانزاكشنز. طب تخيلوا معايا كده التاكسي دوت لو هيعمل ترانزاكشنز وهيجي بعد سنه عمك احمد يقدم ريبورت اللي هي الريزلت للاونر. دكتور الصوت بعد شويه. حضرتك حاضر، بس حط السماعات على ودن حضرتك شويه. حاضر دكتور. نعم الصوت بعد. معلش. حاضر هقرب المايك مش مظبوط. معلش. حاضر كده احسن. ممكن حتة الترانزاكشن دي. ماشي. حاضر حاضر ماشي. فبقول الترانزاكشنز ديت لو احنا هناخد عم احمد يقول للاونرز في ات ذا اند اوف ذا يير انا عملت ترانزاكشن قد ايه، هل هيقدر دماغه دفتر يعني يقول كل حاجه حصلت خلال سنه؟ خلي بالك احنا بنتكلم على سنه، على 1 يير. هو دماغه دفتر؟ قال لك لا. طب الحل ايه؟ الحل سهل قوي. الحل انه يعمل حاجه اسمها ريكوردنج، يروح يشتري كراسه او يشتري دفتر اللي احنا بنسميه بوك، ويبدا يعمل ريكوردنج فيه لكل حاجه، اي ترانزاكشنز يعملها يسجلها جوه الدفتر. فيقول لك انا صحيت من النوم الصبح الساعه 7، ركبت العربيه لقيت العجله نايمه، رحت عملت لها نفخت العجله، ركب واحد قال لي انا عايز اروح الدقي، فقمت قايل له تحت امرك. طب الراجل ده كل حاجه هيقعد يكتبها؟ يكتب في اليوم كم صفحه يا شباب؟ ده تاكسي يعمل ريكوردنج في اليوم لكم صفحه؟ نقول 10 صفحات كل يوم، والسنه فيها 360 او 365 يوم، يعني بنتكلم في 3600 بيجز فول اوف ترانزاكشنز.
هناخد ال 3600 صفحه دولت نديهم للاونرز ونقول لهم اتفضلوا ديت الريزلت اوف يور كومباني. بالله عليكم حد هيفهم منها حاجه؟ 3600 صفحه عشان تاكسي. امال شركه ام بي بتاعت حضراتكم تطلع في اليوم كام صفحه؟ امال فتح الله اللي بيبيع او كارفور يطلع في اليوم كام صفحه؟ طب شركه جنرال موتورز تطلع في اليوم كام صفحه؟ طب شركه حديد عز تطلع في اليوم كام صفحه؟ انت بتتكلم على هيوج نمبر اوف بيجز، يعني ممكن الاف الصفحات مليانه ترانزاكشنز، مليانه كلام وارقام، عايزين نطلعها ريزلت. فقال لك والله العمليه سهله، احنا محتاجين ماجيك، محتاجين سحر. سحر اه سحر بيعمل ايه الماجيك دوت يا شباب؟ بياخد البيجز اللي مليانه ترانزاكشنز وات ايفر عددها قد ايه، اني نمبر اوف بيجز، يطلعوا 1000 صفحه، يطلعوا 10000 صفحه، يطلعوا مليون صفحه، ويحولهم بقدره قادر لتو بيجز. ايه؟ اه في عندنا اكاونتنج اسمها الفاينانشال اكاونتنج، بتاخد اني نمبر اوف بيجز فول اوف ترانزاكشنز وتحولهم لصفحتين اتنين. ده مش صفحتين وبس، دول خمس كلمات كمان. اي عدد من الصفحات مليان ارقام وترانزاكشنز تعمل له سحر، تحوله الى صفحتين بخمس كلمات. الصفحتين دولت بنسميهم عندنا الفاينانشال ستيتمنت، الفاينانشال ستيتمنت اللي هي الريبورت اللي احنا بنطلعها من المحاسبه اللي هي البالانس شيت والانكم ستيتمنت. دي التو بيجز هم اصلا مش تو، هم هيطلعوا زي ما هنشوف النهارده هم 5 فاينانشال ستيتمنت، لكن مؤقتا هنقول تو بيجز. جميل قوي. يبقى انت وذاوت الاكاونتنج ديت يو كانت ميك ا ديسيجن كمانجر، لان مش هيبقى عندك انفورميشن. يبقى انت محتاج الاكاونتنج عشان بروفايدنج يو انفورميشن عشان تعمل ديسيجن. من غير الاكاونتنج الثانيه دي بتاعت الفاينانشال اكاونتنج ديت انت ما تقدرش تطلع الريزلت وتديها للاونرز، فانت محتاج اكاونتنج تعمل ريكوردنج للترانزاكشنز اللي بتعملها وتحولها لك الى فاينانشال ستيتمنت في ورقتين او خمس كلمات وتديهم للاونرز فيقدروا يفهموا. الخمس كلمات دولت يقول لك يعني احنا عندنا تاكس ب 170000، علينا ديون ب 70000، الاونر نصيبهم في الشركه 100000 جنيه. دول ثلاث كلمات اهو. وبعدين يقول له احنا عندنا ريفينيو، يعني التاكس جاب السنه دي ايرادات ب 100000 جنيه، وعندنا اكسبنسز يعني التاكس عمل مصاريف 20000 جنيه، يبقى حضراتكم كاونر كسبانين 80000 جنيه. في 3 4 كلمات الاونرز فهموا الريزلت بتاعتهم. بس في مشكله، مشكله كبيره. هسالكم سؤال ويا ريت تردوا عليا، تفتح المايك وترد. هو الراجل اللي هيعمل الفاينانشال اكاونتنج دي ده اسمه اكاونتنت، محاسب، فاينانشال اكاونتنت. الراجل المحاسب ده مين اللي عينه؟ الفاينانشال اكاونتنج ده مين اللي عينه؟ المفروض مانجر. برافو عليك، ده مش الاونر. الاونر قاعدين في بيتهم لمده سنه بره الشركه. اكشوالي الاونر غير مسموح له يخش الشركه اصلا. يعني لو حضرتك اونر لشركه معاك اسهم في شركه وجيت تقول لهم انا صاحب شركه عندي اسهم، هقول لك حضرتك مالكش شغل جوه الشركه، تقعد في الجمعيه العموميه. اللي بيعين وبيرفض ويدي مكافآت هو المانجر. عشان كده حضراتكم دايما لما بنشتغل في شركة الشخصية اللي احنا بننافقها هي المانجر. سوري يعني، طب بننافقها ليه؟ صباح الفل يا سعادة الباشا، ازاي حضرتك؟ البوبي بتاع حضرتك عامل ايه؟ بنت سيادتك يا فندم عملت نتيجة عبقرية في الماس يا فندم، جايبة 2 من 20، مش ممكن يا فندم. انت بتنافق فيه ليه؟ قالك لانه هو المانجر، هو اللي بيعين وهو اللي بيرفض، هو بيدي المكافآت، هو اللي هيطلعني المؤتمر، هو اللي هيطلعني المصيف، هو اللي هيعمل، هو اللي هيخلي. طب جميل، ركز بقى. يبقى هو اللي بيعين الناس، يبقى هو اللي هيعين الاكاونتنت ده. اه طب والاكاونتنت ده هيطلع فاينانشال ستيتمنت يديها للاونرز يعملوا ايفالويشن للمانجر. اه طب ايه المشكله؟ طب اقولها لك تاني وركز. انا كمانجر هعين واحد، انا اللي معينه وانا اللي بديله المكافاه وانا اللي بديله الاجازات وانا اللي بديله الجزاءات، هيطلع خمس ورقات او خمس كلمات يديهم للاونرز بيزد على الفاينانشال ستيتمنت او الخمس كلمات اللي عاملهم حسونا الصغنن ده، هيتعمل ايفالويشن لعمك احمد.
تقول لي طب ايه المشكلة؟ هقول لك مش يمكن عمك احمد يتفق مع حسون الفاينانشال اكاونتنت بتاعه يفبركوا الفاينانشال ستيتمنت؟ يعني ايه يفبركوا؟ ما هو الاونرز دول قاعدين في بيتهم لمدة سنة ولا عارفين التاكس اشتغل فين ولا راح فين ولا جه منين. في الاخر حجلهم ورقة مكتوب فيها الريزلت اللي هي الفاينانشال ستيتمنت. الورقة دي عاملها اكاونتنت شغال جوه الشركة تحت ايد المانجر، وهيطلع فاينانشال ستيتمنت يقيمه بيها المانجر. لا يبقى في حاجه غلط. ما هو ممكن المانجر يتفق مع حسون الاكونتنت بتاعه، ظبطني واظبطك، يعني هديك اجازات ومكافئات بس انت ظبط لنا بقى الفاينانشال ستيتمنت كده وايه، وطلعنا كسبانين وظروفنا حلوه ايه ده ينفع؟ اه ينفع. ما ينفعش ليه؟ ما هو تحت ايده جوه الشركه ودولت قاعدين في بيتهم. قال لك ما هو عشان كده لو احنا وقفنا لغايه كده الشركه دي حصل لها بنكربسي، المانجر ده هيتفق مع حسون الاكونتنت بتاعه يضحكوا على الاونرز وياخدوا فلوسهم. طب والحل؟ الحل سهل جدا، ندور على واحد دماغه كبيره وعينيه كبيره ومبتسم دائما وبكرش شكله كده حاجه كده غريبه، الاونرز يروحوا له. الاونرز هم اللي هيروحوا له بقى، يقولوا لو سمحت هيجي لنا فاينانشال ستيتمنت من الشركه بتاعتنا، ممكن تعمل لها اوديتنج؟ يبقى الراجل ده يسموه الاوديتور او مراقب الحسابات او المراجع. مراقب الحسابات. فيبقى الاوديتنج ده نوع من انواع الاكاونتنج، شغلتها اوديت الفاينانشال ستيتمنت تتاكد انها صح عشان الاونرز كان ديبند اون ات يقدروا يعتمدوا عليها. بمعنى ايه؟ اول حاجه الاوديتور ده مش شخص واحد، ده مكتب محاسبه، ده معاه جيش، معاه محاسبين كتير، بيتفق مع الاونرز اصحاب الشركه ويمضي عقد معاهم وياخد منهم فيز اتعاب، واتعابه رقم كبير. يقولوا له لو سمحت راجع لنا الشركه بتاعتنا. تخيلوا بقى الراجل ده نازل بالجيش بتاعه جوه الشركه على حسون الصغنن ده، يقول له تعالى انت كاتب في الفاينانشال ستيتمنت ان عندكم تاكس ب 170 الف جنيه. يقول له اه. يقول له فين العقد بتاعه؟ عايز اشوف التاكس بعينيا. بتقول ان عندكم ريميننج او ديتس او اوبليجيشنز او ديون على الشركه ب 70 الف، فين الكمبيالات بتاعتها؟ حضرتك بتقول انك انت اشتريت بضاعه ب 50 الف جنيه، فين الفواتير؟ حضرتك بتقول انك دفعت مرتبات ب 50 الف جنيه، فين الورقه بتاعت اسماء الموظفين اللي مضى عليها الاتش ار ان محمد واحمد وحسن وحسين الموظفين بتوعك كل واحد قبض كام؟ وبالتالي بيراجع كل كلمه موجوده في الفاينانشال ستيتمنت عشان يتاكد انها صح عشان يقدر الاونرز يعتمد عليها. لو شلنا الاوديتور دوت من الصوره الاونرز يضحك عليهم فلوسهم تضيع. لو شلنا الاكونتنت حسونا من الصوره يبقى ما نقدرش نطلع فاينانشال ستيتمنت ولا نطلع ريزلت. لو شلنا الاكونتنج سيستم اللي هنا اللي هو بيعمل بروفايدنج انفورميشن للمانجر، يبقى المانجر مش هيقدر يعمل ديسيجن او اتليست هيطلع رونج ديسيجن. فالاكونتنج مساله مهمه جدا. من غير اكونتنج، لو شلنا الاكونتنج دي كلها من الصوره هتلاقي ان الصوره فاضيه تموت. الشركات لازم لها اكونتنج. طب جميل قوي، يبقى معنى كده نقدر نطلع من الكلام اللي احنا قلناه دوت يا شباب. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نفهم الاول وات از اكاونتنج، وعايزين نفهم ايه هي الفاينانشال ستيتمنتس اللي هي الاوتبوتس اللي بيطلعها الاكاونتنج، وايه مكوناتها الاليمنتس اوف فاينانشال ستيتمنت. انا مش هقول لك اعملها، لكن عايزك لما تمسكها في ايدك وتقراها تقدر تفهمها، تقول اه دي بالانس شيت، دي انكم ستيتمنت. وهنتعلم حاجه اسمها الاكاونتنج ايكويجن ان شاء الله. تعال اول كده نفهمه وات از اكاونتنج. الاكاونتنج اساسا يا شباب هي سيستم، وسيستم يعني نظام، بس هي مش اي سيستم، هي انفورميشن سيستم، يعني سيستم بينتج انفورميشن. يبقى البيربز بتاع الاكاونتنج انها بروفايد انفورميشن لليوزر. اي سيستم في الدنيا يا شباب، اي سيستم في الدنيا مكوناته ثلاث حاجات، واكيد حضراتكم عارفين الكلام دوت طبعا من خبرتكم الكبيره. بيبقى فيه انبوت وفي بروسيسنج
وفي اوتبوت. اي سيستم في الدنيا هو عباره عن انبوت وبروسيسنج واوتبوت. بمعنى لو انا عايز اعمل عصير جوافه فانا محتاج سيستم يطلع لي عصير الجوافه ده. ازاي؟ اول حاجه الانجريدينس بتاعتنا، لازم احدد ايه هي الانجريدينس اللي هستخدمها، يعني الانبوت. فيقول لك هات جوافه وهات سكر وهات ميه وهات لبن، دي الانجريدينس او الانبوت. حضرتك تعمل لها بروسيسنج، تقطعها وتغسلها وتنظفها وتشيل منها البذر وتحطها في الميكسر لمده دقيقتين، ده البروسيسنج. فيطلع لك الجوافه جوس، تقوم حاطه في كوبايه، ده يطلع الاوت بوت بتاعك. خلي بالك بقى، لو انت دخلت الانجريدينس غلط عصير الجوافه يطلع وحش. يعني ايه رايك لو احنا ما خدناش بالنا وحطينا بدل السكر ملح، ما الاتنين لونهم ابيض، هيطلع عصير جوافه يتشرب؟ قال لك لا، هيبوظ. طب تعالى حضرتك لو جيت عملت البروسيسنج غلط، يعني المفروض حضرتك تغسل الجوافه الاول وبعدين تقطعها، دي بروسيجرز لعمليات البروسيسنج بتاعتك، تغسلها وبعدين تقطعها وبعدين تشيل منها البذر وبعدين تحطها في الميكسر لمده دقيقتين مع الميه ومع السكر ومع اللبن. ايه حضرتك بقى؟ نسيت تغسلها، نسيت تقطعها، نسيت تشيل منها البذر، هل هيطلع ذا سيم كواليتي اوف جوس؟ هيطلع نفس الجوس اللي انت محتاج الكواليتي بتاعته؟ لا، هيطلع غلط. ده مش كده وبس، ده انت لو حضرتك عملت جود انجريدينتس وعملت جود بروسيسنج اكوردنج للبروسيجرز اكزاكتلي وطلعت الاوت بوتس بتاعتك وحطيتها في كوبايه مش نظيفه، كل اللي عملته بقى يوسلس. يبقى السيستم هو انبوت وبروسيسنج واوت بوت، لكن مرتبط ببعضه ولازم كله يبقى سليم. اي ثغره او اي جاب في اي مكان في السيستم يطلع الاوت بوتس بتاعنا مش مظبوط. طب تعالى كده، عملنا جود انجريدينتس ده الانبوت، وعملنا جود بروسيسنج، وطلعنا الجوس بتاعنا جود كواليتي اوف جوس، وعبيناه في كوبايه نظيفه وشكلها شيك قوي، وقمت كببها في الحوض. ايه؟ كبتها في الحوض، يعني مفيش حد شربها. قال لك يبقى السيستم ده كله بقى يوسلس، ملوش لازمه، لان المنتج اللي طالع محدش يستخدمه. عشان كده الاكاونتنج هي بروفايدنج انفورميشن وتديها اليوزر، لازم حد يشرب الجوس، يشرب المنتج اللي انت مطلعه، المعلومات اللي انت مطلعها. يبقى الاكاونتنج يا شباب هي انفورميشن سيستم، بتعمل ايه؟ بتعمل انبوت وبتعمل بروسيسنج وبتعمل اوتبوت، لكن اسمها عندنا يسموا بدل ما يقولوا انبوت يقولوا ايدنتيفاي. ايدنتيفاي يعني يحدد ايه اللي يخش جوه السيستم وايه اللي ما يخشش. وبعدين البروسيسنج بنسميه احنا ريكوردنج، طبعا هو مش ريكوردنج بس، هو حاجات كتيره، لكن هي ايدنتيفاي يعني انبوت، ريكورد كانه بروسيسنج، اند كوميونيكيت يعني يطلع الاوتبوتس ويديه لليوزر. يبقى الاكاونتنج هي انفورميشن سيستم، ايدنتيفاي، ريكورد، اند كوميونيكيت الايكونوميك ايفنتس بتاعت الشركه ويديها للانترستد يوزرز. بمعنى ان لو جيت سالتك وات از اكاونتنج، هتقول لي الاكاونتنج بتتكلم على 3 اكتيفيتيز. اول حاجه بنعمل ايدنتيفيكيشن، نحدد الانبوت بتاعتنا، ايه هي الايكونوميك ايفنت او الترانزاكشن اللي هتدخل جوه السيستم. ايه ده، هي في حاجات ما بتخشش جوه السيستم؟ اه طبعا، اول حاجه لازم تبقى الحاجه دي ايكونوميك، يعني فلوس. يعني اما اقول لك المدير النهارده تعبان شويه، دي تقدر تسجلها جوه السيستم؟ قال لك لا، ليه؟ الاصل مش فلوس. يبقى لازم يبقى ايكونوميك ايفنت. تاني حاجه لازم يبقى دوكيومنتد، ودي مساله مهمه جدا يا شباب. دوكيومنتد يعني ايه؟ يعني لها مستند. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك، مش انت بعد شويه هيجي لك الاوديتور يراجع عليك؟ فكل حاجه دخلتها السيستم لازم لها ورقه، فتلاقي المحاسب عشان يدخل جوه السيستم يقول لك فين الايه، فين الانفويس، الفاتوره بتاعتك، فين العقد، فين الايصال، فين الريبورت، فين الورقه اللي انت مسجل فيها الكلام. اديني اي حاجه، اديني ورقه، مستند. بس المستند ده يبقى دوكيومنتد، يعني لازم ممضي عليه. هتقول لي ازاي؟ يعني انا لما اجي اشتري بضاعه من بره يديني فاتوره، لما اجي ادفع الكهرباء يديني فاتوره، لما اجي ابيع اكتب فاتوره.
طب انا لما اجي ادفع سالاريز مرتبات للعمال هجيب ورقة منين؟ قال لك سهلة، تقوم جايب ورقة فاضية كاتب عليها اسماء الموظفين، كل واحد مرتبه كام، جزاءاته كام، الاضافي بتاعه كام، الحوافز بتاعته كام، التأمينات بتاعته كام، كل التفاصيل بتاعة المرتب، وتمضي عليها بتاع الاتش ار، وتمضي عليها الفاينانشال مانجر، وتمضي عليها كل واحد وهو بياخد مرتبه يمضي قدام اسمه. الكشف ده يسموه كشف المرتبات، خده حطه في الدرج عندك كمحاسب عشان لما تيجي تدخل الانبوت بتاعتك يبقى معاك مستند. يبقى الايدنتيفيكيشن ده بيحدد مين اللي يخش السيستم ومين اللي ما يخشش. وانس انه دخل السيستم يبدأ يخش جوه حدوته مختلفة بقى، يتعمل له تشغيل. يعني ايه؟ غالبا حته الريكوردنج دي بتبقى اوتوميتد يا شباب، يعني غالبا النهارده ما عادش عندنا الاكونتنت اللي بيشتغل بايده، فهي بتبقى عمليه اوتوميتد. وانس انك دخلت عملت ريكوردنج ودخلت الفاتوره او دخلت الاجور او دخلت مصاريف الكهرباء جوه السيستم، هي اوتوماتيكلي بقى يتعمل لها ريكوردنج وكلاسيفاينج وسامورايزنج، والسيستم يبدا يشتغل اللي هي عمليه البروسيسنج. طب بعد ما بنخلص البروسيسنج، لو انا عملت ايدنتيفيكيشن يعني انبوت ودخلت جوه السيستم وعملت ريكوردنج في السيستم اللي هي الانبوت جوه السيستم عشان يبدا يشتغل البروسيسنج بتاعه، لو وقفت لغايه كده مفيش اي فايده من السيستم. لازم السيستم ده يطلع انفورميشن واعمل لها كوميونيكيشن. الانفورميشن دي يسموها الاكاونتنج ريبورت، اللي من شويه سميناها الفاينانشال ستيتمنت، بس هنعرف بعد دقيقه هي ليه اسمها ريبورت وليه اسمها ستيتمنت وهل في فرق بينهم ولا لا. واخدها واديها لليوزر، يبقى الكوميونيكيشن مهم جدا. تاخد الداتا تدخلها، دي اسمها داتا، تدخلها جوه السيستم تعمل لها ريكوردنج كلاسيفاينج سامورايزنج اوتوميتد، كل الكلام ده يطلع في الاخر في شكل ريبورت اديه لليوزر، يبدا اليوزر يشتغل بيه وياخد الديسيجن بتاعته. طب يجي سؤال في بالنا دلوقتي، طب مين اللي هيستخدم الاكاونتنج بتاعتنا الاكاونتنج ديتا؟ هل كلهم زي بعض؟ قال لك لا، ده انت لازم في الاول تبقى فاهم ان هما نوعين من الناس، تو جروبس، ناس جوه الشركه يسموهم انترنال يوزرز وناس بره الشركه يسموهم اكسترنال يوزرز. وهنعرف ليه بنفرق بينهم، طب ما هما بني ادمين وخلاص ويوزرز وخلاص وياخدوا المعلومات وخلاص. قال لك لا، ده انت كاكاونتنج سيستم يو هاف تو سيبريت الانترنال يوزرز عن الاكسترنال يوزرز. بمعنى الانترنال يوزرز دول اللي جوه الشركه، ده مدير الماركتنج، ماركتنج مانجر، البرودكشن مانجر، الفاينانسنج مانجر، دول مديرين داخل الشركه، موظفين داخل الشركه بيعملوا بلان واورجنايز وران ذا بزنس، دول مديرين جوه الشركه. طب حلو قوي، طب مين في رايكم ممكن يطلع اكسترنال يوزرز؟ والله اهم اكسترنال يوزر هم الاونر، مش كده ولا ايه؟ اهم واحد اللي قاعدين في بيتهم لمده سنه محتاجين ياخدوا معلومات، فدولت individuals او حتى organization outside the company. يبقى الانترنال inside the company، الاكسترنال outside the company، اهمهم الاونرز. هتقول لي في حد تاني؟ ده في كتير. في مين؟ في creditors. ايه مين creditors؟ فاكر الراجل اللي اشترينا منه العربيه؟ مش اشترينا العربيه ب170 ودفعنا له 100 وعلينا 70؟ اهو الراجل دوت لو ما يعرفش الشركه بتاعتنا وعنده معلومات عنها مش هيديني بالاجل. يعني مش هيديك بالاجل؟ ما هو هيخاف يديك العربيه فما تدفعش ال70,000 اللي عليك. هتقولي ما معاك امبياله. ايوه، يعني الامبياله هيعمل بيها، هيدخلك السجن لكن ما خدش فلوسه، هو عايز فلوسه. عشان كده هتلاقي الكريديتورز او السبلايرز دول من اهم الناس اللي بيحتاجوا معلومات. طب تخيل شركه رايحه بنك تاخد قرض، شركة اكس واي زي رايحة البنك تقول احنا محتاجين قرض، البنك ده عشان يديها قرض بيزد على ايه؟ قال لك بيزد على انفورميشن طلع من الاكاونتنج سيستم، فبيستخدموا الاكاونتنج انفورميشن عشان يقيموا الريسك بتاع الشركة دي، الشركة دي حلوة ولا وحشة؟ بتكسب ولا بتخسر؟ هتقدر تدفع اللي عليها ولا لا؟ يبقى دول محتاجين معلومات. أهم مكان محتاج معلومات كمان التاكس اثوريتي، مصلحة الضرايب. حضرتك آخر السنة لو عندك شركة اكتر بني ادم بتخاف يجي لك مامور الضرائب، لانه هيجي يفحص الملفات بتاعتك، يفحص الدفاتر بتاعتك، يفحص الاكاونتنج انفورميشن بتاعتك، وبيزد عليها هيحدد لك الضرائب. يبقى في اكسترنال يوزرز كتير قوي
بيستخدموا المعلومات. طب ايه المشكلة ان في عندي انترنال واكسترنال؟ يعني ليه حضرتك مقسمهم مجموعتين؟ ليه واخد الانترنال لوحدهم واخد الاكسترنال لوحدهم؟ ليه بتقول ان المانجمنت وبتاع الاتش ار وبتاع الفاينانس وبتاع الماركتنج دول في ناحية، والانفيزيتورز والكريديتورز والكاستمر والبانكينج والليبر يونيونز دول في ناحية تانية؟ قال لك لان دول هياخدوا معلومات، النوع ده هياخد معلومات مختلفة عن النوع ده. ازاي؟ ما انا لسه من شوية قايل لحضرتك لما رسمنا الرسمة ان كان في مانجيريال اكاونتنج، صح؟ المانجيريال اكاونتنج بتاعتنا ديت بتخدم الانترنال يوزرز، وفي فاينانشال اكاونتنج، اي الفاينانشال اكاونتنج ديت بتخدم الاكسترنال يوزرز. يبقى انواع الاكاونتنج بيزد على اليوزرز. حضرتك لو هتشتغل مع انترنال يوزرز، ناس جوه الشركه، يبقى هتخدمهم بمانجيريال اكاونتنج. لو هتشتغل على فاينانشال اكاونتنج يبقى انت هتخدم على اكسترنال يوزرز او ناس بره الشركه، يبقى نوع الاكاونتنج مختلف جدا. لغايه كده حد عنده سؤال او استفسار او حاجه يا شباب؟ تمام ماشي الحال لغايه دلوقتي؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور، بس ان شاء الله. تمام يا شباب. طب تعال نشوف بقى الاول، نشتغل فاينانشال النهارده باذنك يا رب. هنشتغل فاينانشال اكاونتنج اللي هي بتخدم على الاكسترنال يوزرز، وان شاء الله باذنك يا رب بكره ناخد المانجيريال اكاونتنج. طب الفاينانشال اكاونتنج الاوتبوتس بتاعتها بتخرج ايه؟ قال لك بتخرج حاجه اسمها فاينانشال ستيتمنت، بيسموها بالعربي القوائم الماليه، فاينانشال ستيتمنت. ودي سيت اوف ريبورتس انكلود فاينانشال انفورميشن اباوت ذا بزنس. خلي بالك بقى، فاكر لما قلت لك ان الاونرز هيقعدوا في بيتهم لمده سنه؟ انا هطلع لهم الفاينانشال ستيتمنت دي في اخر السنه، at the end of the accounting period، في نهايه السنه. بس خلينا نكون صراحه مع بعض شويه، انهي اونر دوت اللي هيصبر على فلوسه لمده سنه؟ انا سمعت ان هم ثلاثه، مش عارف، في وليد زاهر ومش عارف مين. يا شباب مين اللي هيصبر على فلوسه لمده سنه يعرف عنها حصل ايه؟ صعب جدا. معلش يا دكتور، في حد من الزملاء كان فاتح المايك بتاعه، بس يا ريت يقفله. استاذنكم بعد اذنك، اللي مش هيتكلم معايا يقفل المايك لو سمحتوا، عشان بس ما نشوشرش على بعض بعد اذنكم. اوكي، يبقى الفاينانشال ستيتمنت هي سيت اوف ريبورت انكلودز فاينانشال انفورميشن اباوت ذا بزنس، بتتعمل جوه الشركه بالفاينانشال اكاونتنت اللي هو محاسب جوه الشركه اللي كان معينه المدير، بس at the end of the accounting period. واحنا لسه قايلين من شويه ان الناس دي هتقعد في بيتها لمده سنه. طب هو السؤال، هل في اونر عنده فلوس حاطط فلوسه في شركه يقعد سنه ما يعرفش حاجه عن شركته؟ هتقول لي ما انت قلت لنا كده. لا طبعا. قال لك بس دي صعبه قوي، لان انا كانفيزيتور كمستثمر في شركه يمكن بعد شهرين ثلاثه الوضع ما يعجبنيش او مغير، اطلع من الشركه دي واخش شركه ثانيه، انسحب من الشركه بدل ما تني قاعد لغايه اخر السنه. طب والحل؟ قال لك احنا ممكن نعملوها مانثلي او كوارترلي او حتى كل سنه، بس عايز افهمك حاجه، باي لو يعني بحكم القانون لازم تتعمل كل سنه. يعني ما ينفعش شركه ما تطلعش الفاينانشال ستيتمنت بتاعها كل سنه، لازم عافيه. بس لو انت حابب اطلعها لك مانثلي من عينيا، لو عايزها كوارترلي اوكي. وخلي بالكوا الكوارتر دي الشائعه، يعني تلاقوا انتوا عندكم دايما في الشركات يقول لك الارباح الفصليه الكوارتر، ويقسموا السنه لاربعه كوارتر. طب ايه الفرق بين الكوارتر واليرلي؟ هتقول لي دي سنه ودي 3 اشهر. لا، في فرق تاني جوهري مهم جدا. فاكر الاوديتور كان بيعمل ايه؟ الاوديتور ده كان بيراجع الفاينانشال ستيتمنت. اهو الاوديتور هيراجع اليرلي فاينانشال ستيتمنت اونلي، يعني اللي هتتراجع من المدير من الاوديتور هي الفاينانشال ستيتمنت السنويه، لكن انا هطلع لك الكوارترلي ديت ان اوديتد. تعرفوا بيسموها عندنا ايه؟ تصبيره، يعني خد معلومات استفيد بيها، لكن انا بقول لك انها ان اوديتد يعني مش متراجعه، يعني مفيش اوديتور ماضي عليها. هتقول لي ما يبقى فيها غلط، هقول لك لا مش غلط ولا حاجه، لكن اذا كانت اليرلي دقتها 100%
هتقولي هي في حاجه 100%؟ اه، الفاينانشال اكاونتنج بتطلع معلومات دقتها 100%، وبكره ان شاء الله هوريكم ازاي بنطلعوها 100%. دي انا بطلع لك الكوارترلي او المانثلي بدقه 98%، ب 95%، مش احسن من ما فيش؟ اه، بس ده معناه ان السيستم يبقى مور كوستلي. السيستم اللي بيطلع كل سنه انفورميشن اكيد مش بتكلفه السيستم اللي بيطلع كوارترلي، اكيد مش بتكلفه السيستم اللي بيطلع مانثلي. كل ما السيستم يطلع معلومات اسرع كل ما تكلفته تبقى اعلى، وعشان كده تلاقي الشركات الصغيره ما بتطلعش المانثلي ولا الكوارتر، تطلع سنوي، لان هو تكلفه السيستم بتاعه بسيط. لكن الشركات الاكبر شويه يطلع كوارترلي، الشركات الاكبر قوي تطلع مانثلي، لانه عنده قدره على انه يجيب سيستم غالي. عايزنا اطلع لك معلومات سريعه، هات لي سيستم غالي. لكن الفرق الوحيد ان المانثلي والكوارترلي دي ان اوديتد، مش متراجعه، اللي هيتراجع بس هو الايه، هو اليرلي او لكل سنه. عندنا في الواقع العملي يا شباب خمس انواع من الفاينانشال ستيتمنت، خمسه هندرس مع بعض احنا، 1 2 3 اللي مكتوبين بالازرق دولت، اللي هي الانكم ستيتمنت، الاونرز ايكويتي ستيتمنت، والبالانس شيت. هندرسهم مع بعض النهارده ان شاء الله، نفهم معناهم ايه، مكوناتهم ايه، وهنأجل الكومبريهنسيف انكم والكاش فلو ستيتمنت لما تاخدوا الكورس بتاع الفاينانشال ريبورتنج. يعني انت في كورس هتاخده جوه الامبا بتاعتك ان شاء الله اسمه فاينانشال ريبورتنج، هتدرس فيه الخمس انواع دولت، بس هيبقوا مور ادفانسد. فانا النهارده هدخلك على الباب، بس اخدك من ايدك ومشيك على البحر كده، قبل رجليك بالميه. لكن اكتشوال انت هتاخد الكلام ده في كورس كامل، انا النهارده بعمل لك البيزكس بتاعتها. عشان كده هنركز على الانكم ستيتمنت، الاونرز ايكويتي ستيتمنت على البالانس شيت، وناجل الكومبريهنسيف انكم ستيتمنت اللي هي المتطوره من الانكم ستيتمنت، والكاش فلو ستيتمنت لمرحله ثانيه ان شاء الله. جميل. طب حضرتك عشان تعمل فاينانشال ستيتمنت، سواء كنا بنتكلم على انكم ستيتمنت او بالانس شيت او اونرز ايكويتي ستيتمنت، انت محتاج اليمنتس اوف فاينانشال ستيتمنت. يعني ايه اليمنتس؟ يعني مكوناتها. ايه هي الحاجات اللي الانكم ستيتمنت او البالانس شيت ده؟ ريبورت، ورقه بتتعبى انفورميشن. انكم ستيتمنت ورقه بتتعبى انفورميشن، الاونرز ايكويتي ستيتمنت ورقه بتتعبى انفورميشن. عايزين نتعلم النهارده ايه هي الانفورميشن اللي جوه الريبورت ديت، ايه الحاجات المكونات بتاعتها، ايه هي الاليمنتس اوف فاينانشال ستيتمنت. ودي مساله مهمه جدا هتخليك تفهم يعني ايه اكاونتنج. اول حاجه عندنا بيزك اليمنتس. فاكر لما قلت لك احنا بنعمل ورقتين فيهم خمس كلمات، او الخمس كلمات دولت هما البيزكس اوف فاينانشال ستيتمنت. اولها حاجه اسمها الاسيتس. الاسيتس هي ريسورسز اوند باي ذا بزنس. ده التاكس اللي اشتريناه يا شباب لو تفتكروا، مش احنا كان معانا 100,000 رحنا اشترينا بيه تاكس، او التاكس ده اسمه اسيتس، ودي ريسورسز اوند باي ذا بزنس. خلي بالك ان اللي بيمتلك التاكسي مش الاونرز، ده الشركه. يبقى الاسيتس هي ريسورسز اوند باي ذا بزنس. طب انت حضرتك اشتريت الاسيت ليه؟ قال لك تو بروفايد فيوتشر بينيفيت. مش فاهم حضرتك. لا انت كمحمد لما بتشتري عربيه بتشتريها ليه؟ انت كمحمد العربيه دي بالنسبه لك اسيت، دي ريسورسز اوند باي يو، ماشي؟ اشتريتها ليه؟ عشان اركبها واروح بيها مشاويري، اهو اركبها واروح بيها مشاويري، دي اسمها فيوتشر بينيفيت. طب حضرتك الشركه بتشتري ديسك، ترابيزة وشوية كراسي، ليه؟ قال لك عشان تستخدمهم في الموظفين يقعدوا عليها ويشتغلوا، يبقى بروفايد فيوتشر بينيفيت. حضرتك الشركة اشترك معدات اكويبمنت، لما بتشتري اكويبمنت الاكويبمنت بتاعتك ديت شريتها ليه؟ قال لك عشان انتج بيها منتجات، يبقى فيوتشر بينيفيت. وبالتالي يبقى الاسيتس يا شباب بتاعتنا فيها شرطين اساسيين. اول حاجة انها owned by the business، ممتلكات الشركه، و expected to provide future ايه؟ benefit، نجيب منها benefit في الفيوتشر. جميل. طب عندنا انواع للاسيتس؟ قال لك اه، ركز معايا في الحته اللي هقولها دي مهمه قوي. احنا عندنا في الاكاونتنج حاجه اسمها short term
وحاجه اسمها لونج تيرم. شورت تيرم يعني قصيره الاجل يعني عمرها قصير، لونج تيرم يعني طويله الاجل. اهي كلمه شورت وكلمه لونج بيزد على الوان يير. اللي اقل من سنه less than one year يسموه short، longer than one year يسموه long. طب اشمعنى one year يا شباب؟ فاكر الاونر لما الراجل المانجر اتفق معاهم الاجريمنت قال لهم ايه؟ قال لهم تروحوا بيتكم وتقعدوا فيه لمده سنه. اهي السنه دي اللي على اساسها بنحدد لو during one year او less than one year يسموها short term، لو هي عمرها اطول من سنه يسموها لونج تيرم. طب برضه انا مش فاهم، تعال معايا واحده واحده بس. اول نوع من انواع الاسيت حاجه يسموها الكرنت اسيت او الشورت تيرم اسيت. كرنت اسيت او شورت تيرم اسيت يعني دي عمرها اقل من سنه، فيقول لك ان ديت كونسيومد او تيرند انتو كاش في ليس ذان وان يير، في اقل من سنه. يعني ايه؟ تعال ناخدهم واحده واحده كده ونفهم. يبقى الشورت تيرم اسيت او الكرنت اسيت دي حاجات عمرها اقل من سنه. طب تعال نجربه مع بعض كده. اسرع اسيت في التاريخ هو الكاش. حضرتك بتنزل الصبح من البيت معاك في جيبك 100 جنيه، بتروح معاك كام؟ معاك كام؟ ولا حاجه صح؟ ولا حاجه صفر. اه فهي كده، عشان كده الكاش عمرها قصير قوي، وصار جدا. هتقولي طب انت انا كمحمد لما بحط في جيبي 100 جنيه بصرفهم، لكن دي شركه، اكيد الشركه عندها اموال كتيره وشايلاها. اه بس الشركه لو بتشيل اموالها في الخزنه لمده 3 4 ايام تبقى شركه فاشله. ليه شركه فاشله؟ عشان تبقى دي اموال عطله. الاموال مش معموله عشان تتحط في الخزاين، الاموال معموله عشان انفستد، عشان تستثمرها. لدرجه ان لو في شركه معاها 1,000,000 جنيه ومحتاجاها بعد يومين ما تركنهمش في الخزنه يومين، ده تبدا تحطهم ديبوزيت في البنك لمده ليله او ليلتين، تشغلهم تعمل بيهم اي مصلحه، وبعد يومين تبدا تسدد بيهم السالاريز او تسدد بيهم السبلايرز. يبقى اول حاجه عندنا هي الكاش. يبقى الكاش قصير جدا عمره. اسرع اسيت عندنا هو الكاش، يتحط في الخزنه النهارده يدفع بيه المرتبات الصبح الخزنه فاضيه، ما يقدرش يقعد عندك اسبوع ولا 10 ايام فما بالك بسنه. تاني حاجه عندنا بعد الكاش هي السبلايز. حضرتك الورق والاقلام والادوات المكتبيه اللي بنستخدموها في الشركات عندنا عمرها قد ايه؟ يعني حضرتك لما يجي يجيبه المخازن تديك قلم تشتغل بيه، بتكتب بيه لمده قد ايه؟ اسبوع 10 ايام. يجيبوا لك لزمه ورق للبرينتر تقعد عندك قد ايه؟ اسبوع 10 ايام. فالسبلايز برضو عمرها قصير، اللي هي المستلزمات المكتبيه اللي عندنا. طب ايه كمان؟ قال لك حاجه مهمه جدا اسمها الانفنتوري. بقول له ايه الانفنتوري ده؟ قال لي ده الجودس. جودس يعني بضاعه هيلد فور ريسيل. مش فاهم. يعني حضرتك كارفور، كارفور لما يروح يشتري مكرونه تيجي من الشركه ويحطها على الشلف تتباع بعد قد ايه؟ هتقول انا مش عرفني. هقول لك لا استنى، هي الفكره مش هتتباع بعد قد ايه، الفكره نيتك كاونر اوف كارفور او كمانجر اوف كارفور، نيتك تبيع المكرونه دي امتى؟ لا نيتي ماي انتنشن ده انا بيعها وهي جايه على العربيات قبل ما تنزل وافضيها على الرف تكون اتباعت. فالانفنتوري الانتنشن اوف مانجمنت تو سيل ات از سون از بوسيبل، ان انا ابيعه باسرع وقت ممكن. فالانفنتوري عمره قصير. هتقولي بس ده في الواقع العملي بيقعد جوه المحل، اقول لك اه هيقعد قد ايه؟ يعني لما نشتري مكرونه عشان نبيعها في كارفور تقعد لها على الشلف 10 ايام 15 يوم 20 يوم. تعرف لو قعدت سنه هتبقى اكسبايرد او هتبقى الكواليتي بتاعتها تنخفض والناس ما تشتريهاش، وبيضطر قبل ما الاكسبايريشن ديت بتاعها يعمل لها ديسكاونت ويبيع الاثنين بثمن واحد. اه يعني عمرها قصير، وبالتالي الانفنتوري هو الجودز فور ريسيل تو كاستمر عمرها قصير ليس ذان وان يير. جميل. يبقى في كاش دي الفلوس اللي في الخزنه او الفلوس اللي في البنك، في السبلايز الورق والمهمات المكتبيه والاقلام والكلام ده، في الانفنتوري البضاعه اللي بتشتريها الشركه فور ريسيل. ركز انها لازم يكون فور ايه؟ فور ريسيل، انا اشتريها عشان ابيعها.
فيشتري كرسي بس يبقى. أذنك يا دكتور، اتفضل يا حبيبي. مدخلات الصناعة يعني لو عندي مدخلات للصناعة بشتغل بيها كيميكلز، واحد بعمل بجيب قماش عشان اطلع بيه لبس، الحاجات دي ما بيعتبرش انفنتوري؟ يعتبر انفنتوري طبعا، ودي ان شاء الله هنتكلم عليها بكره لما نيجي ناخد الكوست اكاونتنج، هنعرف ان احنا عندنا انواع من الانفنتوري حسب نوع الشركه. فتلاقي الشركات التجاريه عندها نوع واحد اللي هي البضاعه اللي بتشتريها عشان تبيعها، لكن شركات المانيفاكتشرنج كومبانيز عندهم ثلاث انواع من الانفنتوري. فان شاء الله بكره باذن الله هنتكلم على انواع الانفنتوري. كلام حضرتك مظبوط 100%. احنا بنتكلم هنا على شركات الميرشاندايزنج اللي هي زي كارفور، شركات اللي هي التجاريه اللي بتشتري بضاعه وتبيعها زي ما هي. طب في حاجه مهمه قوي يا شباب، هو حضرتك لما بتيجي تعمل سيلز، سؤال تاني يا دكتور، اتفضل. طبعا سؤال تاني لنفس الاجابه اللي بتاع كارفور، ان الانفنتوري دوت سواء الايتمز اللي هي على الشيلف او سواء الايتم اللي هي في الستوك هاوس تمام او في الوير هاوس، هم ايوه الاثنين بينطبق عليهم بند الانفنتوري. طبعا طبعا كل البضاعه اللي موجوده عند كارفور ما اتباعتش اللي هي الانسولد، حتى اللي على العربيات ولسه ما دخلتش المخازن تبقى انفنتوري. طالما انا اشتريتها ولسه ما بعتهاش، وانس ان اشتريتها بقت بتاعتي، لسه ما بعتهاش يعني يبقى اسمها انفنتوري. كله كل ما هو من الاسيت ليس كاش هيبقى انفنتوري. لا بضاعه لا لا، كل ما هو بضاعه فور ريسيل، كل الجودز اللي انت اشتريتها عشان تعمل لها ريسيل تبقى انفنتوري. لكن عندنا انواع في الاخر اسيتس كتير. اتفضل. يعني انا قصدي ان كل البضاعه دي في الاخر هدف ان انا احولها لكاش تاني طبعا عشان اشتري طبعا غيرها. طبعا صح. البضاعه انت بتتكلم على بضاعه، حضرتك قلت كل الاسيتس اللي مش كاش وسبلايز تبقى انفنتوري صح؟ ايوه. لا هي مش كده، هي كل الجودز، كل البضاعه البرشيس دي فور ريسيل تبقى انفنتوري طالما انها انسولد ديت لسه ما اتباعتش. كل البضاعه اللي اشتريناها ولسه ما بعناهاش جودز، اشتريناها وما لسه ما بعناهاش تبقى انفنتوري. ليه؟ اصل في انواع تانية زي ده كده. حضرتك فتح الله لما يجي يبيع او كارفور لما يجي يبيع، بيبيع ساعات اون كريدت. حضرتك لو في محل كارفور او فتح الله جنبك او محل جمله، تلاقي العربيه بتجيب البضاعه تنزلها وتمشي، ايه ده؟ هو الراجل السواق ما خدش ثمن البضاعه؟ لا ده نزل البضاعه ومشى. ليه؟ اصل الشركه بتشتري اون كريدت، يبقى انا كمان ممكن ابيع اون كريدت. اديك مثال صغير بعد اذنك. حضرتك العربيه عطلت، فرحت لورشه الميكانيكي فقلت له يا حاج لو سمحت العربيه عطلانه ممكن تصلحها لي؟ فقال لك من عينيا اتفضل يا باشا، هو عارفك، اتفضل يا دكتور، اتفضل يا استاذ، وقعدت وجاب لك قهوه وجاب لك شاي وقعد يصلح العربيه، وقال لك العربيه اتكلفت 500 جنيه. قال لك العربيه تمام زي الفل، حسابنا 500 جنيه. فانت قلت له ايه؟ معلش يا حاج اعذرني، انا معيش فلوس. ايه معيش فلوس؟ حضرتك العربية اتصلحت ب 500 جنيه وادي الورشة اهي، وحضرتك الكاستمر، الورشة صلحت لك العربية ب 500 جنيه، فجاي يقول لك هات الفلوس بقى. فقلت له معيش. يعمل معاك ايه؟ ايه رأيك يا شباب؟ يعمل معاك ايه؟ قال لك في ثلاث احتمالات. اول احتمال ده مش هيحصل، ان هيقول لك سيب العربية وروح هات الفلوس، ولما تجيب الفلوس والكاستمر معهوش تمنها، معهوش تمن التصليح، فممكن صاحب الورشة يقول له حضرتك روح هات الفلوس وتعالى، ولما تجيب الفلوس خد عربيتك. بس ده معناه ان الكاستمر ده لا يمكن هيصلح عندك تاني، ده انت خدت العربية مني وخليت شكلي وحش. فالراجل يقول لك ايه؟ ورشتك يا باشمهندس. يا فندم والله خلي عنك خالص، حضرتك خد عربيتك زي الفل اهي ماشيه وزي الفل، وقت ما ربنا يسهل هات الفلوس. هتجيبها لي امتى؟ فتقول له افتر وان ويك، القبض بتاعنا بعد اسبوع، هجيب لك الفلوس بعد اسبوع. فيقول لك عينيا ورشتك يا باشا، او يقول لك معلش يعني الاعمار بيد الله ومحدش ضامن عمره، وحضرتك احنا فاتحين على الصحراوي الناس بتعدي ما نعرفهاش، فانا ما اعرفش حضرتك، فبعد اذنك امضي لي على الورقه ديت، فيعمل لك كمبياله ويمضيك عليها. يبقى في دلوقتي عندنا حاجه اسمها ان انا هبيع اون كريدت. اون كريدت يعني على الحساب او بالاجل يا شباب. يبقى انا هبيع بضاعه اديك البضاعه وما اخدش فلوسها. قدامي حلين، يا اما انا اعرفك
واتعاملت معاك قبل كده وواثق فيك، فيسموه accounts receivable. accounts receivable يعني I will receive cash from you in the future. بقول لك يبقى انا هاخد منك الفلوس بكره او بعد اسبوع، لكن هي شورت ران برضو. ما فيش حد بيصلح عربيته ويقول له هدفع لك ثمن التصليح بعد سنتين، اكيد بتتكلم في اسبوع 10 ايام في اسبوعين. طب لو انا ما اعرفكش فبقول لك معلش من فضلك امضيلي على كمبياله، يسموها نوتس ريسيفبل. نوت يعني كمبياله. فبالتالي يبقى عندنا الاسيتس بتاعتنا شكلها كالاتي يا شباب. كاش دي الفلوس اللي في الخزنه او في البنك، سريعه جدا. السبلايز الورق والحاجات المكتبيه. الانفنتوري دي جودز، دي بضاعه. هيلد فور ريسيل، انا نيتي ان انا كريم انت عملت وشك بال من فضلكم عملت يا شباب. ايه من فضلكم يقفل المايك لو سمحتوا يعني. عملت ايه؟ امال شعرك ما حطيتش عليه كريم يا كريم؟ مش حاطه عليه يا كريم يا استاذ حابط في المايك. ليه يا بابا؟ اصرحهم عادي يا ماما. يا بابا بيبقى شكله حلو مترتب. استاذ رباط، استاذ رباط المايك بتاع حضرتك يا بابا عشان يفضل في الفوتو سيشن والحاجات دي. معلش شفت بس حاجات كده غصب عننا. يبقى الانفنتوري هو جودز فور ريسيل، سريعه جدا. في عندنا بقى الفلوس اللي ليا بره، دي فلوس للشركه عند العملاء، يسموها اكاونتس ريسيفبل لو كانت اورال بروميس. يعني ايه؟ يعني اسيت كرييتد باي سيلينج برودكت، انا بعت لك برودكت او سيرفيس اون كريدت على الحساب وما خدتش منك فلوس، ده ديو فروم كاستمر، بس ده اورال بروميس بالبق بالكلام. هتقول لي هو في حاجه في البيزنس اسمها بالكلام؟ اه في كتير في البيزنس اسمه بالكلام، لانك انت مسجله في الدفتر عندك، ده ريكوردد ات يور بوكس. يعني لو حصل خلاف بينك وبين الشركه بتاخد الدفتر بتاعك وتروح المحكمه وتقول لهم انا مسجل ان انا عايز من شركه فتح الله 5000 جنيه، فين؟ اهو متسجلين في الدفتر، لان الدفتر دوت ورق رسمي. عشان كده ممنوع الدفاتر بتاعتنا يتمسح فيها او يتكشط عليها او يتحشر فيها كلام او يتشطب، لانها دفاتر رسميه ومختومه من مصلحه الضرائب وعليها دمغات يعني ورق رسمي. ده يسموه accounts receivable. ركز معايا، كلمه receivable معناها I will receive cash from you in the future، هاخد فلوس منك في المستقبل. receivable. طب حد يعرف عكسها كلمه ايه؟ لو كانت receivable I will receive، عكسها اكيد ايه؟ payable. payable. اه receivable يبقى انا هاخد فلوس، عكسها هدفع يبقى payable. طب لو انا ما اعرفش حضرتك ومضيتك على كمبياله، قال لك يبقى اسمها notes receivable. هي بالظبط زي الاكونتس receivable الا انها بدل oral promise بقت written promise. يبقى هي asset برضو، فلوس ليا بره نتيجه ان selling product او service on credit، بس عن طريق note. note يعني written promise، يعني كتبت ورقه ومضيتك عليها. يبقى انا خدنا خمس انواع من الاسيت. خدنا current asset يعني assets عمرها قصير، يعني short term، خدنا cash عمره قصير، خدنا supplies عمرها قصير، خدنا inventory حتى لو هيقعد سنتين جوه الشركه ما يتباعش، انا نيتي ان ابيعه as soon as possible، فيبقى current و short run. الaccounts receivable والnotes receivable هي الفلوس اللي للشركه بره، فلوس الشركه لكن لسه ما حصلتهاش من العملاء، سواء كانت oral promise يبقى accounts receivable، او كانت written promise يبقى notes receivable. جميل. طيب النوع الثاني من الاسيت هو long term. long term يعني بتتكلم على more than one year، هيقعد عندك to used more than one year. حضرتك لما بتشتري القلم بتكتب بيه شهر او اتنين، لكن لما شركة تشتري عربية بتقعد عندها خمس ست سنين. حضرتك لما يبقى عندك accounts receivable يبقى انت هتاخد فلوس من الكاستمر بعد شهر او بعد اسبوعين. حضرتك لما بتبني building للمصنع ده هيقعد عندك 20 سنة، فتلاقي اللاند البيلدينج الاكويبمنت الكارز والتراكس والفرنيتشر دي كلها assets ملك الشركة، بس انت اشتريتها for using عشان تستخدمها لمدة اطول من سنة. ركز معايا دقيقة لو سمحت. لو انا دكتور اكسكيوز مي معلش، اتفضلي يا فندم. دكتور اتفضلي يا فندم. انا بكتب مع حضرتك، ما اكتبش ولا اكتب؟ حضرتك الحاجات دي كلها مكتوبه ومحطوطه على الفايل ومتسجله فيديو ومحطوطه على الفايل. انا بكتب بسرعه عشان مش لاحق اكتب يعني. لا براحتك، لو عايزه تاخدي نوتس اتس اوكي، لو عايزه تاخديها جاهزه اتس اوكي، اللي يعجبك يعني. لا
طب يعني ماشي اوكي اللي خلاص يعجب حضرتك. طالما موجودة خلاص مش هكتب بقى. ماشي براحتك. اوكي يا فندم. اوكي يا فندم. ماشي اوكي باي باي. العفو. تعالى نتخيل مع بعض كده يا شباب ان انا رحت اشتريت ديسك مكتب. السؤال المكتب دوت يبقى شورت تيرم اسيت ولا يبقى لونج تيرم اسيت؟ لونج تيرم. قال لك لا حسب النية. ايه النية دي؟ اللي بيحاسب بالنية ربنا. قال لك لا ما انا كمان كمانجر، انا كمانجر نيتي ايه وانا بشتري الاسيت الديسك دوت؟ هل فور ريسيل يعني انا تاجر فرنيتشر وبشتري المكتب عشان ارجع ابيعه؟ في الحاله دي بقى اسمه انفنتوري وبقى شورت تيرم. ولا انا شاريه فور يوزنج هستخدمه وقعد عليه الموظفين والعمال او انا كمانجر اقعد عليه؟ في الحاله ديت بقى ها بقى لونج تيرم. يبقى حسب الانتنشن، حسب نيه المدير وهو بيشتري الاسيت. هل بشتريه فور يوزنج واليوزنج ده لونج تيرم هيقعد عندي 3 4 5 سنين بقى لونج تيرم اسيت، ولا شاريه فور ريسيل بيبقى اسمه انفنتوري؟ هو نفس الاسيت يا شباب. طب انا اقول لكم مثال تاني، هشتري لاند، هشتري ارض، الارض ديت تبقى لونج تيرم ولا شورت تيرم؟ ها لا حسب النية برضو. على حسب النية برضو. اه بالظبط. انا ابيعها ابيعها. الله ينور عليك. لو انت شاري الارض ديت فور ريسيل يعني حضرتك تاجر الاراضي بتشتري ارض وتقطعها وتسويها وتبيعها، يبقى انت بتتكلم في الحاله ديت على انفنتوري شورت تيرم. طب لو انت بتشتري الارض فور يوزنج هتبني عليها مصنع او تبني عليها شقه بقت لونج تيرم. يبقى الفكره يا شباب مش الاسيت هو اللي بيقول لي انا لونج تيرم ولا شورت تيرم، ده النيه بتاعتي وانا بشتريه شاريه فور يوزنج ولا شاريه فور ريسيل. يبقى كل الاسيتس اللونج تيرم ديت، كل الاسيتس دي لو اشتريناها فور ريسيل ما تبقاش لونج تيرم، تبقى انفنتوري. لكن الشرط الاساسي انها اشتريناها فور يوز وانها تستخدم مور ذان 1 يير. جميل. في نوع ثالث من الاسيد غريب قوي. معلش يا دكتور. اتفضل اتفضل اتفضل. عندي مشكله بس في النتورك، فانا وقفت عند ال يعني الفاينانشال ستيتمنتس. طب معلش بعد اذنك احنا مسجلين كل الكلام ده، تابع معانا والحته ديت لو فيها مشكله نبقى نراجعوها تاني. حاضر. يعني حضرتك طيب انا يعني في حاجه بس هتبتلي عليها يعني لو في بس مصطلح او اتنين حضرتك بتبدا هنقولوها تاني. حاضر حاضر عينيا. طيب. حاضر عينيا. حاضر حاضر. معلش ما هي حكايه النت دي يا شباب يعني بتقابلنا كلنا فلازم نراعوا بعض فيها. حاضر. يعني احنا قلنا اول حاجه عندنا اسيتس، والاسيتس دي ريسورسز اوند باي ذا بزنس، ممتلكات الشركه، هتجيب لنا بنفيت فيوتشر بنفيت. جميل. طب وقلنا ان الاسيت ديت نقدر نقسمها حسب عمرها، شورت تيرم يعني عمرها اقل من سنه، ولا لونج تيرم يعني عمرها اطول من سنه. فقلنا الشورت تيرم اشهرهم الكاش، حضرتك بيبقى عندك في الخزنه فلوس لمده يوم او اتنين تدفع بيها المرتبات او تسد بيها السبلاير، لكن ما ينفعش تحط في الخزنه فلوس لمده 3 4 5 شهور او سنه. فبالتالي الكاش ده اسرع اسيت عندنا فيسموه كارنت اسيت او شورت تيرم اسيت. سبلايز الادوات المكتبيه اللي بنستخدموها في الشركات عمرها قصير. الانفنتوري هي البضاعه اللي احنا بنشتريها فور ريسيل. وبعدين خدنا الاكونتس ريسيفابل والنوتس ريسيفابل. قلنا الاكونتس ريسيفابل والنوتس ريسيفابل دي فلوس بتاعتنا بتاعت الشركه اوند باي ذا بزنس، بس اي ويل كولكت ات ان ذا فيوتشر، هحصلها في المستقبل، عشان كده يسموها ريسيفابل. لو كنت اعرف الشخص وكان اورال بروميس بتوين مي اند هيم وقال لي ان شاء الله هدفع لك بعد اسبوع بالبق كده اورال بروميس فيسموه اكونتس ريسيفابل. لو مضيته على كمبيانا ريتن يبقى في الحاله دي يسموها نوتس ريسيفابل. وجينا اتكلمنا على اللونج تيرم اسيت وقلنا اللونج تيرم ده شرطه الاساسي انه يبقى تشاريه فور يوز، يبقى ده الشورت تيرم انت بتستخدمه لمده قليله
اقل من سنه، او بيبقى اكسبايرد في اقل من سنه، او يتحول للكاش في اقل من سنه، لكن اللونج تيرم انت هتستخدمه فيقعد عندك مور ذان 1 يير. وقلنا اشهرهم اللاند، البيلدينج، الاكويبمنت، الكار والتراكس والفرنيتشر، ودي عمرهم اطول من سنه بشرط انك تكون شاريهم فور يوزنج، نوت فور ريسيل، نوت فور ريسيل، والا يبقوا انفنتوري. يعني لو حضرتك تاجر اكويبمنت، تاجر معدات، فلما بتشتري الاكويبمنت انت شاريها فور ريسيل، ما تبقاش لونج تيرم اسيت، تبقى انفنتوري. لو حضرتك عندك اجنس عربيات وبتبيع عربيات، لما بتشتري العربيه بتشتريها فور ريسيل، يبقى دي انفنتوري. لكن دولت الشركه بتشتريهم فور يوزنج، واليوزنج ده مور ذان 1 يير. هتقول لي بس في حاجه ممكن تحصل، ايه رايكم لو انا كشركه اشتريت عربيه او اشتريت اكويبمنت وبعد شهرين بعتها؟ هقول لك انت شاريها فور يوزنج لونج ران، يعني مور ذان 1 يير. هتقول لي بس جات لي فيها بيعه حلوه، انا اشتريت ارض عشان ابني عليها مصنع هتقعد عندي فور ايفر، وبعد شهرين ثلاثه جات لي فيها بيعه حلوه هبيعها. يقول لك وماله بيعها؟ هل ده يغير انها لونج تيرم؟ لا ما يغيرش، هي لونج تيرم، بس ممكن ابيعها؟ اه طبعا ممكن ابيعها، بس كانت نيتك وانت بتشتري تبيع ولا كانت نيتك تستخدم؟ لو كانت نيتك تستخدم ما تبقاش لونج تيرم، ولا تبقى لونج تيرم يا شباب؟ ركز، يبقى لو نيتي استخدم تبقى لونج تيرم. اه لكن لو نيتي ابيع، لو نيتي ابيع يوم ما اشتريت، انا شاري الارض دي بغرض ان ابيعها، ما بقتش لونج تيرم، بقت شورت تيرم، حتى لو قعدت عندك 3 4 سنين مش عارف تبيعها. يبقى هي الفكره في النيه مش في عمرها الحقيقي. يعني الفكره في النيه دكتور، النيه ولا على حسب نشاط الشركه او نشاط الكيان؟ ما هو نشاط الشركه ده حسب النيه، مش كده؟ يعني انا اصلا راجل تاجر اراضي، صح؟ ده نشاط شركه كده. يبقى نيتي اشتري الارض عشان اعمل لها ريسيل. انا راجل تاجر معدات، الشركة بتاعتي نشاطها تجارة المعدات، يبقى لما هشتري الايكويبمنت هتبقى نيتي ايه؟ طب اديك مثال تاني، الشركة بتاعتنا بتبيع، هي بتشتري كمبيوترز، تاجر بيبيع كمبيوترز، اجهزة كمبيوتر، انا تاجر كمبيوترز ماشي، هروح اشتري كمبيوتر، نشاط الشركة تجارة الكمبيوترز يا شباب، رحت اشتريت كمبيوتر، الكمبيوتر ده لونج تيرم ولا شورت تيرم؟ لونج تيرم. قال لك حسب، مش يمكن اشتري الكمبيوتر عشان اه بالظبط، مش يمكن انا تاجر كمبيوتر فعلا بس اشتريته عشان استخدمه جوه الشركه. يبقى هي الفكره برضه يا شباب، النيه مهمه جدا، وانت بتشتري الكمبيوتر ده شاريه عشان تحطه على الشلف الناس تستخدمه، الناس تشتريه، ولا تحطه على المكتب تستخدمه انت؟ لو حطيته على المكتب تستخدمه بقى لونج تيرم. تمام كده يا شباب؟ تمام. في نوع ثالث من الاسيتس مهم قوي اسمه الانتانجبل اسيتس. كلمه انتانجبل عكس كلمه تانجبل، تانجبل يعني ملموس، يعني اي كان تاتش ات اند سي ات، يعني تشوفه بعينيك وتلمسه بايديك. يعني اما اقول لحضرتك دي ده كمبيوتر، فحضرتك شايفه بعينيك اهو كمبيوتر وتقدر تلمسه بايديك، فده تانجبل، حاجات ملموسه. في نوع من الاسيتس يسموه الانتانجبل اسيتس، وده لونج تيرم اسيت برضه، وبنشتريه برضه فور يوزنج. ايه ده؟ بتشتريه عشان تستخدمه. السوفت وير اللي احنا بنستخدمه. الله ينور عليك، زي السوفت وير اللي انت بتستخدمه. زي الشركه لما تشتري باتنت، حق اختراع، لما يبقى في عندي كوبي رايت او تريد مارك او تريد نيم. كل الحاجات دي مش ملموسه، مش حاجه فيزيكال، فيسموها لاك اوف فيزيكال نيتشر. لاك اوف فيزيكال نيتشر يعني ما هيش حاجه فيزيكال، لكن هي اسيتس وبتدفع في فلوس كتيره قوي. حضرتك ممكن تشتري اي ار بي سيستم ب 50 مليون ودي حاجه مش ملموسه، ممكن تاخد حق اختراع، يعني التاتش سكرين بتاع الموبايل اللي مع حضرتك ده شركه اشتريته ب 20 مليون. حضرتك فين الفيزيكال بتاعه؟ لا ده مجرد فكره، انا اشتريت فكره. واحد ساعات يشتري فورمولا، يعني اسانس بتاع بيرفيوم معين، حط ايه على بي على سي طلع بيرفيوم معين. انا بشتري الفورمولا منك ديت، الفورمولا ديت هقعد استخدمها وانتج المنتج لمده 5 6 سنين، فيبقى انا بتكلم على انتانجبل اسيتس ويل بي يوزد اوفر لونج تايم بات لاك اوف فيزيكال نيتشر، يعني ملوش فيزيكال سبستنس او ما هوش حاجه ماديه. وده مساله مهمه، والانتانجبل اسيت من الامور الهامه جدا. يبقى انا عندي 3 انواع من الاسيت دلوقتي، عندي كارنت اسيت عمرها قصير،
عندي لونج تيرم اسيت عمرها طويل وفور يوزنج وتنجبل، وعندي انتنجبل اسيتس عمرها طويل لونج تيرم وفور يوزنج بس لاك اوف فيزيكال نيتشر او سبستنس. لغايه كده حد عنده سؤال يا شباب او اي حاجه؟ ماشي الحال؟ تمام يا دكتور. ماشي الحال يا مسهل يا رب. انا عارف انكم يعني ممكن تكونوا تعبتوا، احنا قدامنا شويه وهناخد بريك مش هنشتغل دايركت يعني، بس ايه يعني ناخد نخلص الجزء بتاع البيزكس بتاعه الفاينانشال ستيتمنت وناخد بريك ان شاء الله. خلي بالك ان الاسيتس هي ممتلكات الشركه صح، هي اوند باي ذا بيزنس. اتفضل يا حبيبي اتفضل. حضرتك معلش تاني، هو التايبس بتاعت الشورت تيرم، التايبس بتاعت الاسيتس حضرتك لخصتها في الثلاثه دول، الكرنت صح، ستيتمنت والبروبرتي بلانت والاكويبمنت تمام، والانتنجبل انتنجبل اسيتس تمام. طبعا ان شاء الله الكلام ده برضو عشان نبقى فاهمين، دي مش كل انواع الاسيتس. حضراتكم لما هتيجوا تاخدوا ماده الفاينانشال اكاونتنج بعد كده هيزيدوا شويه، لكن انا بديك البيزكس، بديك الحاجات اللي هتخش بيها تبقى فاهم هما بيتكلموا على ايه. فاهم قصدي؟ تمام. بس كل دول كلهم تحت الاسيت، تحت الاليمنت اوف فاينانشال ستيتمنت طبعا، يعني دي مكونات الفاينانشال ستيتمنت زي ما هنشوف اكتر من حاجه. اه طبعا. اوكي. اه طبعا، بس احنا بناخد ايه الاساسيات عشان نبقى فاهمين اللي اوكي. شكرا. انا كمان اللي في الارض ده اللي هو اللونج تيرم يا مصطفى. تمام. دكتور الاسيتس دي خسرت الصفحه اللي قبلها؟ نيجي بعد تعريف. نعم يا فندم. التعريف اللي هي بيلتس تاني؟ ما احنا لسه ما خدناهاش اصلا. لسه ما قلناهاش، لسه ما قلناهاش. حاول يا حاضر. هي الاسيتس، الاسيتس هي ممتلكات الشركه. فاكرين حضراتكم لما اشترينا التاكسي كان ب 170,000 اهو، ده اسيتس. يبقى الشركه بتمتلك اسيت ب 170,000، بس الشركه دفعت كام؟ دفعت 100، فكان عليها ديون 70,000. الاوبليجيشنز بقى ديت او الديتس ديت او الديون ديت اسمها عندنا في الاكاونتنج لايبيليتيز. يبقى اللايبيليتيز هي الديتس او الاوبليجيشنز اللي على الشركه، يبقى الاسيتس هي ديتس اور اوبليجيشنز اوف بزنس. دي رايتس اوف اذرز، يعني دي حقوق ناس. يعني الراجل اللي اشترينا منه العربيه دفعنا له 100,000، خدنا منه تاكسي ب 170، يبقى هو عايز مننا ها 70,000. ال 70,000 دول اسمهم لايبيليتيز. بنفس فكره كلاسيفيكيشن اوف اسيتس هنعمل كلاسيفيكيشن اوف لايبيليتيز. يعني ايه؟ يعني برضو شورت تيرم اللي هو بيسموه الكرنت، واللونج تيرم او النون كرنت. طب بالله عليكم كده احنا عملناها قبل كده مع الاسيت، تتخيلوا ان الشورت تيرم لايبيليتي واللونج تيرم لايبيليتي معناهم ايه؟ مش احنا قلنا شورت تيرم اسيت معناها انه عمرها سنه والثانيه اللونج تيرم عمرها اطول من سنه. طب لما اجي على اللايبيليتيز واقول لك دي كارنت لايبيليتي او شورت تيرم لايبيليتي معناها ايه؟ نفس الكلام يا دكتور. اه يعني هتتسدد خلال فتره اقل من سنه، خلال سنه. اه يو ويل، هتقدر تدفعها تسددها خلال فتره اقل من سنه. يو ويل بي ات، هتدفعها ان 1 يير ويذن 1 يير. لكن اللونج تيرم ده انت هتدفع بعد سنتين 3 4. ايه ده؟ هو في لايبيليتيز تدفع بعد سنتين 3 4؟ غالبا بيبقى نوع واحد بس، حاجه يسموها البنك لون، ان حضرتك تروح لبنك وتقول له سلفني 50 مليون جنيه، انا كشركه محتاج 50 مليون لمده 5 سنين. الوحيد اللي يقدر يدي لك لون لمده 5 سنين ده البنك. لكن معظم التعاملات التجاريه بتبقى شورت تيرم لايبيليتي. يعني حضرتك بتشتري من سبلاير بضاعه، يقول لك ادفع لي بعد شهر بعد اتنين، ما يقدرش يقول لك بعد 5 سنين ولا مش هيشتغل. يبقى كل معظم اللايبيليتيز هتبقى شورت تيرم، اكسبت يمكن البنك لونز او حاجه يسموها البوندز لو تسمعوا عنها، اللي هي السندات اللي بيبقى عمرها برده 3 4 5 سنين. غير كده معظم اللايبيليتيز بتبقى شورت تيرم لايبيليتي. يبقى اللايبيليتيز هي الاوبليجيشنز او الديتس اللي على الشركه، هي رايتس اوف اذر. طب ما تيجي نسموها كده حقوق الغرب، الغرب اللي هم الناس الغريبه عن الشركه، حد غريب عن الشركه. طيب انواعهم ايه يا دكتور؟ الشركات السنويه،
ترجع. قول يا فندم. يعني حركة ال 50 مليون بتاعة البنك دي، 50 مليون بتاعة البنك دي، دي عبارة عن قروض أو قرض مثلا هيسدد بشيكات سنوية أو أو باستحقاقات سنوية. أيوه يا فندم. القسط، القسط بقى دول بعد الخمس الله سنين. لا ممكن، لا ممكن تدفعهم بعد 5 سنين لو أنت بتشتغل على البوند، لكن لو كلام حضرتك بتتكلم إنك أنت هتاخد 50 مليون وهتدفعهم على 5 أقساط كل قسط ب 10 مليون، يبقى أول قسط كارنت، اول قسط اللي هيتدفع اول سنه ده يبقى كارنت لايبيليتي، ويبقى الباقي لونج تيرم لايبيليتي. تمام كده؟ المبلغ المستحق عليه خلال سنه قسط، قسط واحد. القسط الاولاني ده يبقى كارنت، ويبقى الباقي ال 40 مليون يبقوا نون كارنت او لونج تيرم لايبيليتي. خلي بالك مهم قوي ان انا اقسم لايبيليتيز كارنت ونون كارنت، عشان لما اجي اعمل اناليسز للشركه اقدر اقول الشركة دي عليها فلوس السنة دي قد ايه، والسنة الجاية عليها قد ايه، فما نفرق ده عن ده. ما اقولش عليها 50 مليون، ما هي لو عليها 50 مليون السنة دي ده خراب ديار. لا، ده هي عليها 10 السنة دي وعليها 40 بعد كده في المدة الايه، في اللونج تيرم. تعال نمسكوا بقى كده الكرنت لايبيليتيز او الشورت تيرم لايبيليتي، اكيد هتدفع within ايه، within 1 year او less than 1 year. تعال نشوفوا كده اسمائهم ايه. ايه ده؟ accounts payable، ده عكس حاجة خدناها قبل كده. عكس ايه دي؟ accounts receivable. الله ينور عليك. خلي بالكوا بقى من معلومة مهمة جدا بقى يا شباب، كل حاجة في الاكاونتنج لها وشين، has two faces. مش فاهم يعني حضرتك لو هتعمل purchase، حضرتك هتشتري، يبقى لازم يكون حد عمل sales. هو ينفع حضرتك تشتري من غير ما حد يبيع لك؟ يبقى لازم واحد يشتري وواحد يبيع. طب واحد دفع، يبقى لازم واحد يعمل كوليكشن يقبض، صح ولا ايه؟ طب تعالى كده، واحد عمل اكاونتس بيبل، يعني ايه اكاونتس بيبل؟ يعني اي ويل باي ان ذا فيوتشر، هدفع لك، يبقى اكيد قصاده اكاونتس ايه، ريسيفبل. يبقى كل حاجه في الاكاونتنج عندنا يا شباب هي لها وشين، ودي اللي هنفهموه في المحاضره اللي جايه، حته الوشين دي ازاي كل حاجه في الاكاونتنج وشين، لان كل ترانزاكشن بتتعمل، اي حاجه بتعملها في الترانزاكشنز هي تيك اند جيف. عشان كده يقول لك الدنيا اخد وعطى، تاخد وتدي. يعني ايه؟ يعني حضرتك ينفع تشتري موبايل، تروح تشيل المصنع كده او تروح المحل وتقول له بكام الموبايل ده يا حاج، فيقول لك ب30,000، غالي يا حاج تدولنا ب20، يقول لك ادولك ب25. حضرتك خدته ومشيت، ينفع؟ انت خدت الموبايل ومشيت ينفع؟ سوري يعني كده يبقى الشخص ده حرامي. امال لازم يعمل ايه؟ قال لك ده لازم لما ياخد الموبايل يدفع ثمنه، يبقى تيك وجيف. يبقى انا اخدت اسيت ودفعت قصاده حاجه، بيد او اديت حاجه قصاده. لو مفيش تيك وجيف، اللي ياخد بس يبقى حرامي، اللي يدي بس يبقى سوري ده اهبل بقى. فالدنيا اخده ايه؟ اخده وعطى. عشان كده كل حاجه ليها وشين. فعشان كده الكرنت لايبيليتيز اولها الاكونتس بيبل، دي فلوس هتدفع لسبلاير اشترينا منه اون كريدت، عكسها فلوس ليا عند الكاستمر بعت له اون كريدت. يبقى انا هنا هعمل سيلز اون كريدت، يبقى قصادنا بيرشيس اون كريدت. لو انت حضرتك بعت اون كريدت يبقى هتبعت كاستمر. طب لو حضرتك هتشتري اون كريدت هتشتري من سبلاير، خلي بالكم الاسماء دي برضو مهمه قوي. وانت بتبيع تبعت كاستمر، وانت بتشتري تشتري من سبلايرز، وانت بتبيع اون اكاونت لك فلوس فيسموها اكاونتس ريسيفبل، وانت بتشتري اون اكاونت يبقى عليك فلوس، عليا فلوس يبقى اكاونتس ايه، بيبل. عكس بعض اهو. يبقى انا في اللايبيليتيز عندي اكاونتس بيبل، يعني ليا فلوس ولا عليا فلوس؟ بيبل، اي ويل باي، هدفع، يبقى عليا فلوس. طب دي اكاونتس بيبل، يبقى اكيد اورال بروميس. فاكر لما كان ريتن بروميس كنا مسمينها ايه؟ كنا مسمينها نوتس ريسيفبل، يطلع عكسها هنا نوتس بيبل.
يبقى الكمبياله دي يا شباب اسمها نود. الكمبياله اسمها نود. اللي يمضي عليها اللي هيمضي على الكمبياله ديت تبقى عنده اسمها نودس بيبل. اللي ياخد الكمبياله ديت يبقى اسمها نودس ريسيفر. هي نفس الورقه، نفس الورقه موجوده عند الراجل اللي هيقبض. يعني حضرتك تمضي لي على الكمبياله واشيلها عندي، حضرتك مضيت يبقى بالنسبه لك نوتس بيبل، انا اخدتها منك يبقى اسمها نوتس ريسيفبل. هي نفس الكمبياله، هي ورقه واحده، واحد مضى عليها وواحد خدها، زي ما حد بيمضي لك على شيك ويديهولك. اللي بيمضي على شيك يبقى عليه فلوس، اللي ياخد الشيك يبقى له فلوس. يبقى عندي اكونتس بيبل وعندي نوتس بيبل. تعال نتفق مع بعض اتفاق، اي حاجه فيها كلمه بيبل تبقى لايبيليتي. اي حاجه فيها كلمه بيبل، كلمه بيبل يعني اي ويل باي ات ان ذا فيوتشر، بقت لايبيليتي. زي ايه؟ العمال اشتغلوا وما قبضوش يبقى لهم فلوس عندك، سالري بيبل. الكهرباء المحصل جه وراك قال لك الفاتوره ب 50000 جنيه كهرباء على المصنع، فقلت له معيش، يبقى الكتريسيتي بيبل، يبقى عليك كهرباء. تاكس جام عادها وما دفعتش يبقى تاكس بيبل. اي حاجه نحط فيها كلمه بيبل يا شباب تبقى liability. في كل الاكسبنسز بتاعتنا ممكن تبقى payable، يبقى الاكسبنس not paid yet، زي السالاريز payable، زي الرنت payable، زي التاكسز payable، زي الالكتريسيتي payable. اي اكسبنس not paid yet يبقى عليك. يبقى احنا عندنا assets، عرفنا ثلاث انواع: current asset، long term asset، intangible asset. liability عرفنا نوعين: current و non-current. الcurrent قلنا زي الaccounts payable، زي النوتس payable، زي اي expense payable. يبقى اللي فاضل لنا long term liability، وده will be paid during a period more than one year، اطول من سنة. وغالبا مش هتلاقي غير البنك لون او البونز لو هي السندات، ودي بتبقى عمرها طويل. كده يبقى احنا خدنا assets وخدنا liabilities. في حاجة مهمة قوي ركز عليها كده، حاجة اسمها الاونرز ايكوتي. هتقول لي ايه الاونرز ايكوتي دي؟ هقول لك، فاكر التاكسي اللي اشتريناه في اول المحاضرة؟ حضرتك التاكسي كان ب 170,000. اهو التاكسي دوت يا شباب اسمه اسيتس. هسألك هاو تو فاينانس الاسيت، مولناه ازاي الاسيت ده؟ جبنا فلوسه منين؟ قال لك من مصدرين. الاونرز طلعوا من جيبهم فلوس ودفعوا 100,000، وكان فاضل علينا 70,000 سميناهم دلوقتي، سميناهم لايبيليتي. صح؟ يبقى ال 170,000 الاسيت تو فاينانس الاسيت، عملت ايه؟ خدت من الاونر 100,000 اديتهم للتاجر، والتاجر مضاك على كمبياله ب 70,000 سميناهم لايبيليتي. لو جيت سالتك دلوقتي هم اصحاب الشركه لهم في الاسيت دوت ايه؟ خلي بالك الشركة بتمتلك الاسيت كله ال 170,000، لكن صحاب الشركة لهم في الاسيت، لهم اللي دفعوه، لهم كارنت اسيت 100,000، مش كارنت بقى، لهم 100,000 يسموهم اونرز ايكوتي، يعني حقوق الملاك او حقوق المالك بتاع الشركة، حق المالك. لو عندنا ال 100,000 اللي دفعهم، ولا نديله ال 170 كلهم؟ قال لك الاسيت ب 170 ده ملك الشركه، الشركه ديت عليها للغرب 70,000 جنيه، وعليها للقرب. مين القرب دول؟ اللي هم الاونر، قرايبنا اصحاب الشركه. يبقى دايما يا شباب اللي علينا فلوس بره حاجتين: علينا فلوس للغريب، دي يسموها liability، وعلينا فلوس للقريب. مين القريب ده؟ صاحب الشركة، يسموها owners equity. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع مهمة جدا: assets ممتلكات الشركة، liabilities ديون على الشركة بس للناس الغريبة، owners equity دي حقوق صاحب الشركة في الشركة، نصيبه في الشركة 100,000 جنيه، شاريين بضاعة او assets او تاكسي ب 100,000، احنا اشتريناه ب 170، يبقى هو له 170 لايبيليتي للراجل الغريب. عشان كده يجوا على الاونرز ايكوتي يقول لك هي ممتلكات صاحب المشروع، حقه
هي الرايتس اوف اونرز لهم في الشركه ايه؟ بس تعال نتكلم كده بالراحه. هو انا حضرتك لما بعمل شركه ليا فيها اللي انا دفعته بس؟ مش انت دفعت كاونر 100,000 جنيه؟ تعرف ال 100,000 دول اسمهم ايه؟ اسمهم انفستمنت باي اونر. ده الانفستمنت او الاستثمار اللي عمله الاونر، اللي احنا كبتوع بيزنس نسموه الكابيتال يا شباب، راس المال. اهو الكابيتال او راس المال ده بيدفعه الاونر، الاونر بيحط جوه الشركه كابيتال او راس مال، ده حقه. بس هل تعتقد ان ده حقه بس ملوش في الشركه غير اللي دفعه؟ قال لك لا، ده هو عامل استثمار. يعني ايه عامل استثمار؟ تعال نشوف هو عايز ايه. قال لك اول حاجه انا ليا عندكم اللي دفعته، الانفستمنت باي اونر اللي اسمه الحقيقي كابيتال. طب ايه كمان لك عندنا يا حاج؟ قال لك المكسب. هو انا فاتح الشركه دي عشان تكسب واخد انا المكسب، فعشان كده التاني او العنصر التاني من الاونرز ايكوتي هو النت بروفيت. خلي بالكو ممكن يطلع انكم او لوس. يعني ايه؟ هي فرق بين ريفينيو اكسبنسز. يعني الشركه عملت ريفينيو ايرادات ب 100,000، التاكس جاب 100,000 ايرادات، صارفين عليه اكسبنسز 80,000، يبقى حضرتك الشركه كسبانه 20,000. ده يسموه نت انكم او نت بروفيت 20,000. لكن كان ممكن الراجل ده يصرف 180 يا شباب. في الحاله دي يطلع له تحت الرقم ده مش 20، ده يطلع له ماينس 80، فيبقى نت ايه؟ نت لوس. يبقى انت عندك احتمال يطلع نت بروفيت انكم يعني مكسب، او يطلع لك لوس، حسب مين الاكبر، الريفينيو ولا الاكسبنس. فلو كان الريفينيو اكبر يبقى انت عملت نت انكم، لو كان الريفينيو اقل من الاكسبنسز يبقى انت عملت نت لوس. يبقى الاونر له عندنا حاجتين لغايه دلوقتي، له المبلغ اللي دفعه كانفستمنت باي اونر اللي هو الكابيتال، وله الانكم، يا يزود له ثروته يا يقلل له ثروته. وهشرحها لك دلوقتي تاني ازاي ده يقلل الثروه وده ينقص الثروه. لكن في حاجه ثالثه مهمه جدا يا شباب، تعالوا نفهموا يعني ايه الريفينيو. يعني ايه ريفينيو؟ يقول لك الريفينيو هو انكريس في الاونرز ايكوتي، زياده في ثروه المالك، بس بشرط من البيزنس اكتيفيتيز. يعني ايه يا شباب؟ يعني انا فاتح محل ورشه ميكانيكي وحاطط كرسي كده وقاعد قدام الورشه، انا صاحب الورشه، كل ما يجي زبون عربيته عطلانه انا افرح، انا بفرح في اذيه الناس. انت بتتكلم جد؟ بلاش دي. انا دكتور وفاتح عياده. مش اذيه يا دكتور برضه. عندك حق، انا دكتور وفاتح عياده، كل ما حد يعيا ويجي لي انا افرح. صح، انا مش بفرح ان هو عيان، انا بفرح انه هيعمل لي ريفينيو. يبقى لما العربية تعطل وتيجي تتصلح عندي أنا بعمل ريفينيو. لما عيادة الدكتور يجي لها مرضى هو بيعمل ريفينيو، ده يزود ثروته لأنه بياخد من الناس دي فلوس. فيبقى بالتالي الريفينيو هو انكريس في الأونرز إيكويتي من البيزنس أكتيفيتي بتاعتنا. بس خلي بالك من حاجة، أنا ممكن ما تبقاش شغلتي الأساسية وأجيب منها ريفينيو. مش فاهم، أنا ورشة ميكانيكي صح؟ فيبقى الريفينيو بتاعي ان انا اصلح عربيات، لكن عندي حته ارض فاضيه جنب الورشه كده باجرها باركنج، مش بتجيب لي ريفينيو برضو؟ عندي مثلا فلوس زياده فحطيتها في البنك ديبوزيت فبتجيب لي انترست. بيجي لي واحد يقول لي حاج والنبي العربيه بتاعتي دي عايز ابيعها، انا ميكانيكي اصلا مش بيع عربيات، فبقول له طب وماله، انا عندي واحد يشتريها واقوم واخد كوميشن. دي كلها ريفينيو ودي كلها مكاسب، دي كلها ايرادات للشركه، كلها بتزود ثروه الاونر. يبقى احنا عندنا الريفينيو ده ريزلت من السيل اوف مرشندايز او بيرفورمانس اوف سيرفيس، الخدمه اللي انت بتاديها. لكن عندي كمان فيز اتعاب، عندي كوميشنز، عندي انترست، عندي حته ارض جنبي ماجرها فباخد عليها رنت. كل الايرادات اللي داخله ديت اسمها ريفينيو. طب جميل قوي. عكسها الاكسبنس، الديكريز ان اونرز ايكوتي. فاكر الراجل اللي كان قاعد على باب الورشه عم حسن الميكانيكي ده؟ كل ما تيجي عربيه تتصلح يبقى فرحان. طب لما يجي له محصل الكهرباء
يفرح ولا يزعل؟ كسر كوش بقى، ده هيتقهر لان ديكريزن اونر زي كنت يقول له يا لهوي يا عم احنا لسه ما اصطبحناش، حرام عليكم انتوا كل يوم تيجوا تاخدوا كهربا، انتوا غلتوا الكهربا ليه؟ لان الكهربا لما هيدفعها كاز اكسبنس والديكريز الاونر زي تقلل ثروته، عشان كده تلاقي الراجل في البيت زي حالتنا يا ابني اطفي النور، حرام عليك يا ابني، يا ابني بلاش نت كتير. ليه؟ لان كل ما بيستهلك الاكسبنسز ديت كل ما ثروتك تقل، ديكريز في الاونر زي كنت. فالشركات كذلك، الشركات كل ما يجي الشركه تدفع رنت اكسبنس تلاقيها زعلانه، تدفع سالاريز يعني الشركه نفسها تشغل الموظفين وما تدهمش مرتبات. ليه؟ اصل السالاريز اكسبنس ديكريز في الاونرز ايكوتي. اي حاجه بقى اكسبنس، ادفرتايزنج اكسبنس، انشورنس اكسبنس، تليفون اكسبنس، نت اكسبنس، كل الاكسبنسز دي تزعل الاونرز لانها بتعمل ديكريز للاونرز ايكوتي. عشان كده احنا قلنا الاونرز ايكوتي مكوناتها لغايه دلوقتي حاجتين، مكوناتها الكابيتال اللي دفعه الاونر، ومكوناتها الانكم. والانكم ده فرق بين رقمين ريفينيو واكسبنس. اسالك سؤال، الريفينيو يعمل ايه في الاونرز ايكوتي؟ تقول لي انكريز الاونرز ايكوتي، يفرح لما يحصل ريفينيو. طب الاكسبنس يعمل ايه في الاونرز ايكوتي؟ قال لك يقللها، ديكريز الاونرز ايكوتي. الله ينور عليك. في مشكله صغيره ناقصه دي اخر حاجه وبعد كده هناخد بريك عشان عارف انكم اكيد تعبتوا يعني، وبعتذر عن الاطاله يعني. فاضل حاجه، هو الراجل صاحب الشركه ده احنا اتفقنا معاه في الاول يقعد في بيتهم لمده قد ايه يا شباب؟ سنه. الراجل اللي حاطط كل فلوسه في الشركه ده، خدنا تحويشه عمره اشترينا بيها تاكس، وهيقعد في بيتهم لمده سنه، ياكل طوب يعني؟ ياكل ايه ده؟ يعني ايه ياكل ايه؟ ما هو عايز يعيش. قال لك اه، طب ما احنا نديله حاجه اسمها الدروينج. بقول له يعني ايه دروينج؟ قال لك يجي في اي وقت. ما هو صاحب، اوعى تنسى انه صاحب الشركه يعني، حضرتك الراجل الميكانيكي اللي قاعد عنده ورشه ده لو جاء اخر اليوم فتح الدرج وخد الفلوس اللي فيها، حد هيقول له انت بتعمل كده ليه؟ دي ورشته، دي حاجته. اه بس بياخدها من تحت حسابه، يسموها دروينج يعني بالعربي مسحوبات، يسموها وذدرولز. ياخد من الشركه اللي هو عايزه بس من تحت حسابه، فيعمل ايه في الاونرز ايكوتي بتاعته؟ يقلل له الاونرز ايكوتي. بمعنى ايه؟ عشان افهمها لك اكتر، ساعات يا شباب نلاقي محل سوبر ماركت صغنن كده تحت البيت بقاله 10 سنين نفس الحجم ونفس الراجل، نفس الهيئه ونفس الشغل. الراجل ده بيعمل ايه؟ بيجيب بضاعه ويبيعها ويكسب، يجيب بضاعه ب 100 يبيعها ب 120 فيكسب كام يا شباب؟ على قد اللي رايح. اه بالظبط، الله ينور عليك. فياخد ال 20 يصرفهم دروينج، ياخدهم ومروح، ويجيب بضاعه ثاني يوم ب 100 يبيعها ب 120 وياخد ال 20 يصرفهم. ده الدكان بتاعه عمره ما يكبر. لكن لو جه فكر بقى از بزنس مان، فيجي يقول لك ايه؟ انا هجيب بضاعه ب 100 هبيعها ب 120 اكل منهم خمسه، يبقى فاضل كام؟ اشتري بضاعه ب 115 ابيعها ب 130 اكل منهم خمسه واجيب بضاعه ب 125. فتلاقي المحل بعد سنتين ثلاثه بقى محلين وبقى ثلاثه. الراجل ده ما بيقللش الاونرز ايكوتي باللي بياكله، او اللي بياكله ده اللي بيسحبه ده اسمه الدروينج، ده من حقه يسحبه. عشان كده يا شباب الاونرز ايكوتي بقت ثلاث حاجات. اتفضلي يا فندم. قول يا دكتور معلش، اتفضلي. استعمل دروينج، اقول لحضرتك دروينج. اقول لحضرتك الاونرز ايكوتي، اقول لك حاضر. الاونرز ايكوتي معناها ايه؟ معناها انا اونر لشركه، صاحب شركه، عايز اعرف ليا ايه عندكم في الشركه دي، حقي ايه؟ فقال لك اول حاجه ليك عندنا الكابيتال اللي انت دفعته. انت دفعت 100,000 اول السنه صح يا حاج؟ قال لك اه. ليك نمره 2 عندنا الانكم اللي الشركه عملته بتاعك كله. طب ده انا هحسبه ازاي؟ هشوف احنا عملنا ريفينيو قد ايه وعملنا اكسبنس قد ايه واطرحهم من بعض. فمثلا عندنا ريفينيو 100 وعندنا اكسبنس 80، يبقى حضرتك كسبان 20. يبقى حضرتك كده ليكي في الشركه كام؟ 120,000. ال 100 الكابيتال اللي دفعتيه و20 ربح الشركه كله بتاعك، يبقى ليك عندي 120. بس خلي بالك خلال السنه حضرتك سحبت من الشركه فلوس، ما هي شركتك. كنت كل يوم تعدي عليا تقولي لي ايه؟ ما تشوف لي 1000 جنيه عندك، ما تشوف لي 3000 جنيه عندك، فانا عمال اسجلهم واسميهم دروينج، واقول لك خلال السنه حضرتك سحبت دروينج 5000 جنيه. يبقى حضرتك ليك عندي كام النهارده؟
115 بالظبط كده. يبقى الاونرز ايكويتي ال 115 دي ثلاث حاجات: كابيتال اللي انت حضرتك دفعتيه، الانكم اللي الشركه كسبته كله بتاعك، ماينس الدروينج اللي حضرتك سحبتيها. انت سحبتيها من تحت حسابك، سحبتيها من فلوسك، فيبقى ليك عندي 100 وكام؟ 115. جميل كده، الله ينور. هنقف كده شويه لان طبعا اكيد حضراتكم تعبتوا انا عارف، معلش يعني استاذنكم. تاخدوا بريك قد ايه؟ نبتدي 4 كويس ولا متأخر؟ اللي يريحكم كويس، لو يناسب الجميع 4 نبتدي 4. مناسب يا شباب؟ خلاص نبدا 4 بس بعد اذنكم، انا مواعيدي غير العميد. يعني انا ان شاء الله 4 جاست هتلاقوني فاتح باذن الله. ان شاء الله تمام 4 يا دكتور ان شاء الله، وباذن الله هسجل لكم المحاضره واحطها لكم باذن الله على ال. ربنا يخليك، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شرفتوني يا فندم. اتفضلوا اتفضلوا يا فندم اتفضلوا.